بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي قناة النادي الأهلي، تحياتي لكم دكتور مروان صالح يحييكم لنتابع معا مباراة القمة بين فريقي النادي الأهلي ونادي الزمالك في نهائي كأس مصر المبلي أوف، المباراة الثانية وفي اتحاد بالصالة الدولية باتحاد الشرطة الرياضي بالدراسة، وكان لقاء الأول قد انتهى لصالح نادي الزمالك 3-2، وهذا هو اللقاء الثاني أمام حضراتكم. على إيدك اليمين نادي الزمالك بزيه الأبيض، على إيدك اليسار نادي الأهلي بزيه الأحمر المعتاد، ويدير هذا اللقاء الحكمان الدوليان حامد الروسي الإماراتي، طاقم تحكيم إماراتي يدير النهائي كأس مصر، والحكم الثاني محمد الدولة. وأمام حضراتكم الفريقين، تشكيل النادي الأهلي: عبد الله عبد السلام رقم 2، أحمد صلاح رقم 4، محمد عبد المحسن رقم 16، والمحترف جارسيا رقم 11 ليبرو الفريق، والإيطالي لويجي راندونز رقم 6. وأمام حضراتكم هم على إيدك اليسار والنادي الأهلي، والأهلي جاهز. نادي الزمالك على إيدك اليمين بزيه الأبيض رقم 9 رشاد شب، 11 أحمد يوسف، أحمد فتحي رقم 1، ياسين محمد رقم 5، ورقم سيف عابد رقم 14، محمد مجدي رقم 15، رضا هيكل رقم 17، والحكم الدولي حامد الرويسي على الحكم الأول، والمساعد الحكم الثاني الحكم محمد الدولة، والاثنين طاقم إماراتي يدير هذا اللقاء. وطبعا لقاء أمس شاهد اعتراضات طبعا من كلا الفريقين على بعض القرارات التحكيمية من هذا الطاقم التحكيمي، وادي كابتن محمد مصلحي ميدو المدير الفني للنادي الأهلي، ومعاه كابتن تامر مجدي مدرب عام، محمود جمعة مدرب، خالد أبو زينة مدير إداري، الدكتور إيهاب فخر الدين طبيب، وادي الجهاز الفني أهو، والدكتور سامح ضلام علاج طبيعي، دكتور حسن عبد المجيد مخطط أحمال، أحمد سعيد محلل تقني، حسام مدلك، أحمد رشاد للمهمات. أما نادي الزمالك بيقوده الكابتن أحمد عاشور مدير فني وقائم بأعمال مدرب عام ومدير فني قائم بأعمال مدير فني النادي، ووليد عبعال مدرب، وأحمد شعلان مدير إداري، حسن عبد الرازق إداري، هاني سمير محلل تقني، الدكتور أحمد سعودي طبيب، الدكتور عبد الرحمن السبستيوني علاج طبيعي، حاتم أنديل أخصائي تدليك، سعيد أبو العلا مهمات. ويراقب هذا اللقاء الكابتن مجدي حافظ رئيس لجنة الحكام المصرية، ومن لجنة المسابقات الكابتن عصام أنور رئيس لجنة المسابقات، والإرسال مع محمد رسلان رقم 9 من النادي الأهلي، على الإرسال رقم 9 رسلان، ويلا يا رسلان، وإرسال قوي، استقبال إعداد ومحاولة، ولكن تاتش بلوك لنادي الزمالك، والنقطة الأولى لنادي الزمالك. يلا نعوض يا رجالة، لسه الشوط الأول ولسه المباراة الثانية في كأس مصر عشان نعوض الدوري. الإرسال مع نادي الزمالك 5 على إرسال ياسين محمد، هيلعب إرسال من أعلى ياسين، استقبال من النادي الأهلي، إعداد عبد الله عبد السلام، وسريع من مركز 3 وحائط صد، ولكن بتنزل في ملعب النادي الأهلي. نخلي بالنا يا جماعة من أول حاجة التغطية على حائط الصد، والتغطية على الضارب، والتغطية على الإرسال، ونحاول نستقبل الكرة الأولى استقبال جيد، لأن الاستقبال الجيد هيدينا إعداد جيد، هيدينا ضرب جيد، ونجيب نقطة. وادي حائط صد، والنقطة الأولى للنادي الأهلي، حائط صد خارج الملعب من نادي الزمالك، وطالع سريع أهو محمد عبد المحسن بيلعب بمركز 3 وإعداد قوي من عبد الله عبد السلام، وادي محمد عبد المحسن على الإرسال رقم 16 بيلعب إرسال قوي، محمد استقبال، إعداد هناك رقم 17 رضا هيكل، ولكن في دفاع عن لويجي، لويجي من الإيطالي المحترف من صفوف النادي الأهلي أهو في الإعادة أمام حضراتكم، ما خدش باله من الكورة وجات في إيده وخرجت بره الملعب. حسران
استقبال من النادي الاهلي وعصران محمد عصران رقم 9. الاستقبال جيد وتم الاستدراك الخطأ من لاعبي النادي الاهلي وهو ولكن خارج الملعب من لويجي الايطالي. ونقطة لنادي الزمالك والنقطة الرابعة 4 الزمالك 1 الاهلي. يلا نعوض يلا. احمد يوسف على الارسال رقم 11. استقبال من النادي الاهلي من عصران وعبد الله عبد السلام والويجي بيضرب ضربه قويه وبيجيب النقطه الثانيه. يلا نشجع بعض اهو في الاعاده اهو عبد الله بيعد والويجي بيضرب من اعلى منطقه تيجي في رضا هيكل وتنزل ملعب نادي الزمالك ونقطه للنادي الاهلي. احمد صلاح العالمي على الارسال رقم 4. ارسال من احمد صلاح ارسال قوي خارج الملعب. يا احمد خارج الملعب نهدى شويه في الارسالات عشان ما نضيعش ارسالات. ارسال من الزمالك خارج الملعب. محدش احسن من حد ولويجي على الارسال رقم 6 الايطالي المحترف في صفوف النادي الاهلي. هيلعب لويجي الارسال من اعلى مع الوزن. استقبال اعداد ومحاوله من الحائط الصد الزوجي عبد الرحمن سعودي وعبد الله عبد السلام وضربه ساحقه من رسلان محمد عصران رقم 9 وخارج الملعب. معلش نعوض ونظبط ونضرب في الثلث الاخير وليست خارج الملعب. ونقطة للنادي الأهلي 4 الأهلي 5 الزمالك. لويجي على الإرسال من أعلى كلاكيت تاني مرة لويجي ومرة تالتة وحائط صد ناجح من لاعبي النادي الأهلي عبد الرحمن سعودي وعبد الله عبد السلام والتعادل 5-5 والتعادل. لويجي على الارسال رقم 6 كلاكيت رابع مرة او ثالث مرة. لويجي بيلعب ارسال قوي اهو بيصعب دفاع ولكن خارج الملعب مش عايزين نضيع ارسالات تاني. الارسال مع نادي الزمالك ستة الزمالك 5 النادي الاهلي. رضا هيك على الارسال رقم 17 بيلعب ارسال قوي استقبال محمد عصران وضربه ساحقه بيستقبل ويطلع يشوط يا ولد يا عصران خارج الملعب من حائط الصد الزوجي عبد الرحمن سعودي وعبد الله عبد السلام. معلش والنقطه السابعه للزمالك. رضا هيك ما زال على الارسال. إرسال من أعلى رضا هيكل استقبال من الشارسيا وأحمد صلاح وحائط صد خارج الملعب من نادي الزمالك ونقطة للأهلي. يا ولد يا أبو حميد إعداد خلفي من عبد الله عبد السلام أهو أمام حضراتكم وضربة قوية ساحقة من مركز 2 من أحمد صلاح. عبد الرحمن سعودي على الارسال رقم 5 هيلعب ارسال من اعلى. عبد الرحمن تكتيكي كده خلف الشبكه ومحاوله وصعب ولكن يلا يا جماعه نغطي على حائط الصد اهو حائط الصد طالع يبقى انا لازم اغطي عليه اهو. معلش هي جت في ايد محمد عصران ونزلت ملعب النادي الاهلي. لعبه على الارسال محمد مصطفى لعبه 22 8 الاهلي 6 الزمالك 8 الزمالك 6 الاهلي. محمد لعب على الارسال ارسال قوي استقبال جارسيا المحترف الكوبي وضربه ساحقه ونقطه محمد عصران. يا ولد رقم 9 محمد عصران اهو
طالع عبد الله بيعدله وجت في حائط الصد، حائط صد مشروك من نادي الزمالك، 7 الاهلي 8 الزمالك، والارسال مع عبد الله عبد السلام. يا ولد يا ولد، نقطة لنادي الاهلي والتعادل 8-8 8-8. الارسال مرة تانية، عبد الله عبد السلام، الفتى الاسمر الذهبي الاسمر عبد الله بيلعب ارسال قوي، استقبال اعداد هناك لرضا هيكل وحائط صد، وبتيجي في حائط الصد وتبقى خارج الملعب من محمد عبد المحسن ومحمد عصران، وتبقى نقطة التقدم لنادي الزمالك. 9 الزمالك 8 الاهلي، 15 على الارسال، محمد مجدي لاعب نادي الزمالك اهو، ادي النادي الاهلي ترقب وحذر لحائط للاستقبال، وضربة ساحقة من لويجي ويجيب النقطة 9 والتعادل 9-9 اهو. طالع بص، طالع هناك خلفي من عبد الله عبد السلام، عبد الله بينوع في الاعداد للويجي واحمد صلاح ومحمد عصران، والارسال مع محمد عصران والتعادل 9-9 ومحمد عصران 9 على الارسال. محمد عصران على الارسال هيلعب ارسال قوي، بياخد النفس وبيلعب ارسال قوي، استقبال اعداد، محاولة من حائط الصد ونجح، محاولة الصد في التقدم النادي الاهلي، الاهلي 10-9 الزمالك اهو، حائط صد جماعي محمد عبد المحسن ولويجي واحمد صلاح، حائط صد ثلاثي جماعي من مركز 2 و3، وقدروا يضموا ويجيبوا نقطة العشرة والتقدم للنادي الاهلي. عصران على الارسال، محمد عصران ارسال قوي برضو مرة تانية، اعداد ومحاولة كده ودفاع عن الملعب من لاعبي النادي الاهلي، والكرة عدت ولكن خارج الملعب، خارج الملعب برجله كده الليبرو محمد رمضان، لعبها برجليه ولكن ما لحقهاش، جت في خارج الملعب، ونقطة لنادي الزمالك نقطة التعادل. 10 الزمالك 10 الاهلي، وعلى الارسال نادي الزمالك ياسين محمد رقم 5، ارسال من اعلى، استقبال اهلاوي عصران، واعداد خلفي لعبد الله عبد السلام واحمد صلاح بيشوط مره ثانيه، عبد الله والويجي، ونقطه للنادي الاهلي، نقطه التقدم 11 الاهلي 10 الزمالك. وشايفين الكابتن محمد وصالح ميدو بيقول لهم عايزين نكرر النقط دي وعشان نجيب منها نقط ونفرق عن نادي الزمالك. محمد عبد المحسن على الارسال رقم 16، يلعب ارسال من اعلى، محمد عبد المحسن استقبال اعداد ومحرم مره ثانيه، ولكن بتيجي تاتش بلوك وما لحقش عصران يدافع من ورا في المنطقه الخلفيه اهي، بص جت في تاتش بلوك ومحاوله من عصران ولكن سريعه عليه، هو حاول ولكن ما قدرش يلحقها. 11 الاهلي 11 الزمالك، ورقم 11 على الارسال احمد يوسف عفيفي، بيلعب ارسال قوي، محاوله مره ثانيه من نادي الاهلي للدفاع عن الملعب، وفي خطا على نادي الاهلي ونقطه، نقطه 12 لنادي الزمالك اهي، طالع اهو اهو، في خطأ. الإرسال مع النادي الزمالك، أحمد عفيفي بيلعب إرسال قوي، استقبال إعداد وضرب ملوجي من عبد الرحمن سعودي، وتيجي في دفاع نادي الزمالك وتبقى خارج الملعب، ونقطة، ونقطة التعادل 12-12. أبو صلاح على الإرسال، أحمد صلاح يلا 12-12. الشوط الأول مباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك في بلاي اوف كاس مصر، والمباراه الثانيه نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي، ومحاوله مره ثانيه وحائط صد ونقطه، نقطه التقدم 13 الاهلي 12 الزمالك اهو، طالع وحائط صد ممتاز زوجي من عبد الرحمن سعودي وعبد الله عبد السلام، وبيجيب منه نقطه ال 13، واحمد صلاح كلاكيت ثاني مره على الارسال،
العالمي احمد صلاح، ارسال من اعلى، استقبال قوي، اعداد مره ثانيه ومحاوله، ولكن ماشيه الكره وحاولت تصحيح الخطا من نقطه جت في حائط الصد، والنقطه 14 للنادي الاهلي والتقدم للنادي الاهلي اهو. طالع احمد صلاح العالمي وجت في بلوك رشاد شبلي ونزلت ملعب نادي الزمالك، والنقطه 14، واول مره الاهلي يفرق نقطتين في هذا الشوط. 14-12 احمد صلاح كلاكيت تالت مره اهو على الارسال رقم 4 احمد صلاح. ارسال من اعلى احمد ابو صلاح واستقبال واعداد ومحاوله مره ثانيه لحائط الصد، ولويجي تيجي في الويجي وتبقى نقطه على النادي الاهلي، هو استقبلها يعني جت مفاجاه ليه اهو امام حضراتكم لما محمد مصطفى لعب الكوره فهو اتلبخ او ما قدرش يلعبها صح، ونقطه النادي الزمالك نقطه 13 الزمالك 14 الاهلي، ورشاد شبل على الارسال رقم 9 النادي الزمالك. استقبال النادي الاهلي، اعداد عبد الله عبد السلام، وضربه ساحقه ومحاوله ونقطه للنادي الاهلي، النقطه 15 اهو في الاعاده باينه خالص اهي، محاوله وجت في ايد عبد الرحمن سعودي ونزلت ملعب نادي الزمالك، والنقطه 15 15 الاهلي 13 الزمالك. والويجي على الارسال رقم 6 الايطالي المحترف في صفوف النادي الاهلي، يلعب ارسال قوي واستقبال مره ثانيه، اعداد خلفي وحائط صد ودفاع والتغطيه على حائط الصد زي ما انا قلت لحضراتكم اهي اهي، دي تاتش بلوك، والنقطه للنادي الاهلي النقطه 16 16 الاهلي 13 الزمالك، ونمشي على هذه الوتيره ان شاء الله وناخد الجيم الاول، يبقى دفعه معنويه للشوط الثاني والثالث. 16 الاهلي، لويجي على الارسال رقم 6، وقت مستقطع طبعا طلبه الكابتن احمد عاشور ولمدته 30 ثانيه. ادي الكابتن محمد بصلح ميدو بيدي تعليماته للاعبيه وخاصه محمد عصران، طبعا عشان في فارق سكور 3 نقاط، فطبعا في حماس وفي كده سعاده من الجهاز الفني للنادي الاهلي اهو، واريحيه طبعا. نتمنى ان ينتهي هذا الشوط لصالح النادي الاهلي عشان يبقى دفعه معنويه للشوط الثاني. لويجي على الارسال الايطالي المحترف في صفوف النادي الاهلي رقم 6، تعليمات طبعا بتنفذ من الكابتن محمد مصطفى حميدو اهو. لويجي هيلعب ارسال من اعلى مع الوزن اهو، استقبال واعداد ومحاوله من نادي الزمالك لتقليل الفارق، ومحمد عصران بيلعب الكره كده بذراعه الايسر مره ثانيه من لعبه، بيجيب نقطه لعبه وبيشوط، والنقطة 14 للزمالك اهو، طالع لعبة اهو في الإعادة وبيضرب، ولكن محمد رضا أو محمد رمضان ليبرو النادي الأهلي رقم 7 ما لحقش الكورة وما خدش أو ما كان لو قدم خطوة هتبقى كانت الكورة يدافع عن الملعب. رضا هيكل على الإرسال، استقبال النادي الأهلي عصران وعبد الله عبد السلام، ولكن بيعديها جارسيا ب ومرة ثانية وخارج الملعب، ونقطة للنادي الأهلي، النقطة للنادي الزمالك النقطة 15، وفي اعتراض من أحمد صلاح حسبها للنادي الأهلي، هي للنادي الأهلي يا جماعة، هي خارج الملعب، والحكم الدولي حامد الرويسي هو اللي أدار اللقاء، بيدير اللقاء كحكم أول من طاقم حكام إماراتي، والنقطة مع النادي الأهلي 17 الأهلي 14 الزمالك. عبد الرحمن سعودي 3 نقاط فارق، نحافظ على هذا الفارق يا جماعه. استقبال اعداد وضربه ساحقه من محمد لعبه وحائط صد كده جميل، والنقطه 18، احنا رايحين لاتجاه الفوز في هذا الجيم ان شاء الله، وادي اهو
طالع محمد عبد المحسن وحائط صد فردي، وبتنزل ملعب نادي الزمالك، والنقطه 18 الاهلي 14 الزمالك. عبد الرحمن سعودي على الارسال. كابتن ميدو طبعا في اريحيه في هذا الشوط. ونقطه للنادي الاهلي، النقطه 19 وفارق 5 نقاط، والتقدم لصالح النادي الاهلي. ودايما بنقول لو نهينا هذا الشوط كده هيبقى دفعه معنويه للشوط الثاني ان شاء الله. وكل التوفيق والامنيات للنادي الاهلي. ووقت مستقطع طلبه الكابتن احمد عاشور المدير الفني لنادي الزمالك. اهو فارق 5 نقاط زي ما قلنا لحضراتكم، في تعليمات كده ببساطه واريحيه من الكابتن محمد مصالح ميدو وكابتن محمود جمعه. و بقي الجهاز النادي الاهلي، وادي الفرقتين نزلوا ارض الملعب، وانتهى الوقت المستقطع اللي كان طالبه الكابتن احمد عاشور. والنتيجه 19 الاهلي 14 الزمالك. وادي في كلام كده ما بين الرباعي عبد الله وعصران ومحمد عبد المحسن واحمد صلاح. والارسال مع عبد الرحمن سعودي، رقم 5 على الارسال. استقبال النادي الاهلي، استقبال نادي الزمالك، ومحاوله نقطه لنادي الزمالك، ضربه ساحقه من مركز 2. لازم نوقف الضربات الساحقه. 19-5 اهو رضا هيكل طالع وضارب من مركز 2. والارسال مع محمد مصطفى لعبه. الاستقبال من النادي الاهلي واضاع الارسال، والنقطه 20. اقتربنا من الفوز ان شاء الله بهذا الشوط. وتغيير كده، محمد مصطفى لعب طالع ونزل 19 اللي هو محمد مصطفى دبشه او محمد او مصطفى ابراهيم مصطفى دبشه. الحكم الاول بيستفسر. 20-5 فارق 5 نقاط. وعبد الله عبد السلام الفتى الاسمر على الارسال، ارسال قوي يا عبد الله، جميل قوي. ومحاوله ندافع، يلا يلا يا عبد الله نعدي الكوره يا عبد الله. وعدى فعلا الكوره. ومره ثانيه نادي الزمالك، وحائط صد، ولا احسن ولا اروع ولا احلى من كده. محمد عبد المحسن نجح بامتياز لما لعب في مركز 3 اهو، حائط صد منه فردي ويجيب النقطه 21. محمد عبد المحسن فارق 6 نقاط. الارسال مع النادي الاهلي، وفي تغيير عمله الكابتن احمد عاشور، خرج احمد يوسف عفيفي رقم 11. وهيقول لحضراتكم مين اللي نزل دلوقتي. ارسال عبد الله عبد السلام، ارسال قوي فعلا، واعداد من احمد فتحي، ومحاوله من رقم 20 كنساي وجاي التركي المحترف اللي نزل مكان احمد يوسف. ومحاوله من النادي الاهلي ولكن نقطه للزمالك. النقطه 16 اهو، مصطفى دبشه وكنساي اوجاي دول نزلوا مكان احمد يوسف عفيفي ومحمد مصطفى لعب. 15 على الارسال نادي الزمالك، محمد مجدي هيلعب ارسال من اعلى، استقبال وحش من جارسيا، ولكن بيستغلها كده مصطفى دبشه رقم كنساي اوجاي جوباي المحترف التركي، وطالع وضارب الكوره في ملعب النادي الاهلي. والنقطه 17 للزمالك. ما زلنا برضو في فارق 4 نقاط لصالح النادي الاهلي. وخد كده الكابتن ميدو وقت مستقطع عشان يهدي اللعب ويمتص حماس لاعبي نادي الزمالك. اهو الكابتن ميدو وجهازه الفني، كابتن جمعه والدكتور سامح ظلام وكابتن تامر مجدي وكل الجهاز على قلب رجل واحد، وتعليمات مشدده للدفاع والتغطيه على حائط الصد والارسالات والضرب الساحق. استعداد كده امام حضراتكم لاعبي النادي الاهلي.
والارسال مع الزمالك 17 الزمالك 21 النادي الاهلي و15 على الارسال محمد مجدي واحمد صلاح اهو باستقبال محمد عصران واحمد صلاح وحائط صد خارج الملعب والنقطه 22 في هدوء كده وهو طالع كمان يضرب لو شفناها في الاعاده بص طالع وضارب وجت في حائط الصد وخرجت بره الملعب والنقطه 22 22 الاهلي 17 الزمالك والشوط الاول في مباراه القمه في البلاي اوف في كاس مصر للكره الطايره بصاله اتحاد الشرطه الرياضي الدوليه بالدراسه وعصران على الارسال محمد عصران رقم 9 معلش ارسال ضايع 18 الارسال ينتقل الى نادي الزمالك 18 الزمالك 22 الاهلي 5 على الارسال ياسين محمد استقبال من عصران عبد الله واحمد صلاح يا ولد طالع باريحيه وضارب النقطه 23 للنادي الاهلي 23 الاهلي الزمالك 18 ومحمد عبد المحسن على الارسال اهو محمد عبد المحسن بيلعب ارسال قوي خارج الملعب يا محمد الارسال مع نادي الزمالك النقطه 19 رقم 20 كنسان اوجباي دائم محترف التركي في صفوف نادي الزمالك ونقطه للنادي الاهلي النقطه 24 نقطه وينتهي الجيم لصالح النادي الاهلي او احمد صلاح طالع جت في حائط الصد في مصطفى دبشه فردي وخارج الملعب ونقطة للنادي الأهلي وأحمد صلاح على الإرسال 24 الأهلي 19 الزمالك وأحمد صلاح على الإرسال يا ولد إرسال لا يا أحمد يا أحمد معلش 20 الزمالك 24 النادي الأهلي نقطة وينتهي الجيم لصالح نادي الأهلي استقبال الاهلي عداد عبد الله هناك لاحمد صلاح وضربه ساحقه قويه ومحاوله مره ثانيه من رضا هيكل بيلعبها فوق حائط الصد ولكن عبد الله عبد السلام موجود وبيدافع ونقطه للنادي الاهلي تاتش ليه جايه في ايد لاعب النادي الزمالك وتاتش نقطه 25 وينتهي الشوط الاول لصالح النادي الاهلي 25 20 بدايه موفقه في هذا اللقاء وهنروح لفاصل ونعود لحضراتكم مره ثانيه بين الشوطين الاول والثاني. مع حضراتكم في الشوط الثاني لمباراة القمة بين فريقي نادي الأهلي ونادي الزمالك باتحاد الشرطة الرياضي الصالة الدولية بالدراسة وفي نهائي كأس مصر بلاي أوف بيست أوف 3 والمباراة الثانية في وانتهى الشوط الأول لصالح النادي الأهلي 25-20 وهيبقى على إيدك اليمين النادي الأهلي بزي الأحمر وعلى إيدك اليسار نادي الزمالك بزي الأبيض. انتهت المباراة الأولى لصالح نادي الزمالك 3-2 كل الأمنيات لصالح النادي الأهلي إن شاء الله إن هذا اللقاء ينتهي لصالحه عشان يبقى في مباراة فاصلة يوم الأحد إن شاء الله الأحد القادم وكل التوفيق وأدي تشكيل النادي الأهلي على إيدك اليمين عبد الله عبد السلام رقم 2 أحمد صلاح 4 عبد الرحمن السعودي 5 الإيطالي لويجي 6 محمد رمضان ليبرو الفريق 7 عبد الرحمن محمد عصران رقم 9 والكوبي جارسيا برضو رقم 11 اللي هو ليبرو الفريق وعلى ايدك الشمال نادي الزمالك بزيو الابيض احمد فتحي رقم 1 ياسين محمد رقم 5 احمد عفيفي رقم 11 رشاد شبلي رقم 9 ومحمد مجدي رقم 15 وكنساي بوجباي التركي محترف رقم 20 واللعبه رقم 22 محمد مصطفى لعبه
رقم 22. والإرسال مع نادي الزمالك رقم 5 ياسين محمد، والكرة الأولى والتقدم في الشوط الأول إن شاء الله يكون دفعة معنوية للاعبي نادي الأهلي لناخد أو ليحصلوا على الشوط الثاني، ويبقى كده يعني يكون في دفعة معنوية للشوط الثالث ويبقى في مباراة فاصلة بإذن الله. وادي لسه بقول لحضراتكم لويجي رقم 6 بيلعب كرة كده وبيجيب نقطة الأولى النادي الأهلي أو إعداد من عبد الله عبد السلام، وادي لويجي طالع، لويجي طالع ولعبها كده فوق حائط الصد وجاب النقطة الأولى للنادي الأهلي. الأهلي 1 لا شيء نادي الزمالك في الشوط الثاني مباراة القمة في نهائي كأس مصر. محمد عبد المحسن على إرسال استقبال وحائط صد ولا أروع ولا أحسن، ولكن في دفاع كده من نادي الزمالك. عصران مرة تانية بيلعب وضربة ساحقة من عبد الرحمن سعودي، تاتش بلوك وفي اعتراضات على الحكم زي ما قلنا وزي ما قال الكابتن هيثم السعيد ان المباراه اللي فاتت امبارح كان في اعتراضات وكان في تغيير في قرارات الحكم، وهنا في اعتراضات برضو على قرار الحكم في الكره دي تاتش بلوك، ونفس اللعبه برضو كانت تاتش بلوك. طبعا هنا احنا قلنا صاله اتحاد الشرطه الرياضي ما فيهاش تشالنج او فيديو، لان الصاله المجهزه الوحيده في مصر على مستوى مصر هي صاله الدكتور حسن مصطفى في مدينه 6 اكتوبر، وطبعا كان يحبس طبعا يتلعب عليها المباراه لان طبعا في اعتراضات على القرارات الحكام. انذار ادى لفت نظر اهو للكابتن احمد عفيفي الحكم الاول حامد الروسي واداله كارت اصفر. طبعا كل دي اعتراضات على الكوره. اثنين الاهلي لا شيء نادي الزمالك. ومحمد عبد المحسن كلاكيت تاني مرة، إرسال من أعلى استقبال نادي الزمالك، إعداد ومحاولة ونقطة للنادي الأهلي، نقطة لنادي الزمالك. ينتقل إرسال إلى نادي الزمالك، أهي طالع إعداد ومحاولة مرة تانية أحمد عفيفي، وتيجي في إيد لويجي وتنزل ملعب نادي الأهلي وتبقى نقطة لنادي ثلاثة الأهلي. لا ده نقطة للأهلي. استقبال إعداد مرة تانية وضربة ساحقة من أحمد عفيفي بيشيلها عبد الله عبد السلام، ولا أحسن ولا أروع من كده، ولكن بيضرب وبتيجي في حائط الصد وتبقى نقطة للنادي الزمالك. إرسال من أعلى نادي الزمالك خارج الملعب، والنقطة الرابعة، أربعة النادي الأهلي واحد الزمالك. يلا يا رجالة فارق سكور 3 نقاط. أهو جارسيا رقم 11 خارج عشان بيخش مكانه. محمد رمضان رقم 7 ليبرو الثاني، وضاع الارسال من النادي الاهلي. احمد صلاح معلش. النتيجه 2 الزمالك 4 الاهلي. رشاد شبل على الارسال. عصران امام حضراتكم اهو رقم 9 استقبال مره ثانيه عبد الله وضارب وتيجي في حائط الصد وتنزل ملعب الزمالك وتبقى تاتش بلوك ونقطة النادي الأهلي. 5 الأهلي 2 الزمالك. أهو لويجي على الإرسال رقم 6 الإيطالي المحترف في صفوف النادي الأهلي، يلعب إرسال. إرسال من أعلى مع الوزن، بيضيع الإرسال للأسف.
ما نضيعش ارسالات، تاني ارسال يضيع في هذا الشوط يعني، احمد صلاح ضيع وهو ضيع. 3 الزمالك 5 الاهلي، ورضا هيكل على الارسال، الارسال مع نادي الزمالك. رضا هيكل بيلعب ارسال قوي، استقبال جارسيا واعداد وضرب من عبد الرحمن سعودي، ومره ثانيه نادي الزمالك وحائط صد، في تغطيه على حائط الصد، بيعدي عبد الرحمن سعودي الكره مره ثانيه، اعداد وفي كده برضو لويزي تاتش، تبقى خارج الملعب، والنقطه الرابعه لنادي الزمالك. 4 الزمالك 5 الاهلي، عفوا. رضا هيكل على الارسال رقم 17، يلا نستقبل ونعد ونضرب وناخد نقطة اهو، خارج الملعب، خارج الملعب، هي جت لوحديها النقطة. 6 الاهلي 4 الزمالك، وفارق 2 نقطتين، والارسال مع عبد الرحمن سعودي رقم 5. سعودي على الارسال، يلا سلام لو تيجي ايس دي، خارج الملعب يا عبد الرحمن، معلش معلش، تالت ارسال يضيع، يعني الاربع او خمس نقط اللي خدهم الزمالك تلات ارسالات منهم ضايعين. لعب على الارسال، 5 الزمالك 6 النادي الاهلي، محمد مصطفى لعبه، وادي الكابتن محمد مصطفى العميدي، وادي ارسال من اعلى، مصطفى بيضيع بيضيع ارسال راخر، معلش بقى المرة دي، يلا النادي الأهلي 7، عبد الله عبد السلام، يلا يا عالمي، الفتى الأسمر الذهبي عبد الله عبد السلام، وإرسال قوي، استقبال، إعداد ومحاولة ودفاع عن الملعب، عبد الله برضه عصران، أحمد صلاح يا ولد، مرة تانية لويجي وأحمد صلاح تاني، حائط صد، يلا يا جماعة ندافع. عصران بيلعب وبيشوط مرة تانية، حائط صد فوق، حائط الصد، وبيعد عبد الله، أحمد صلاح تاني، ولكن حائط الصد، لعب الكورة كده وطلع، ونقطة لنادي الزمالك. 6 الزمالك 7 النادي الأهلي. مباراة الكرة الطايرة في نهائي كأس مصر بلاي أوف في صالة اتحاد الشرطة الرياضي الدولية بالدراسة، وعلى الإرسال محمد مجدي، هيلعب إرسال من أعلى، استقبال، خارج الملعب، خارج الملعب، ونقطة في الظاهر ده شوط الإرسالات الضايعة. 8 الأهلي 6 الزمالك، وعصران رايح على الإرسال رقم 9، ادي كابتن مصلحي محمد مصلحي ميدو، وعصران على الارسال، يلا يا عصران، ارسال من اعلى، استقبال، وادي حائط صد يا ولد يا عبد محسن، مركز 3 طلع ورجع الكوره لملعب نادي الزمالك، وزاد الاسكور 3 نقاط فارق للنادي الاهلي، 9 الاهلي 6 الزمالك، يلا يا رجاله نحافظ على الفارق زي الشوط الاول كده. عصران على الارسال 9 رقم 9، والاهلي 9 و6 الزمالك، ارسال من اعلى، استقبال محمد، وبيلعب وخارج الملعب، خارج الملعب، والنقطه العشرة للنادي الاهلي، 10 الاهلي 6 الزمالك، 4 نقاط، يلا يلا يا رجاله، عصران على الارسال، محمد عصران، وقت مستقطع طلبه الكابتن احمد عاشور، وقت مستقطع طبعا، عنده اخطاء عايز يصلح الاخطاء، والكابتن ميدو طبعا بيكلمهم اهو امام حضراتكم تعليمات كده. 10-6، عبد الله عبد السلام بيقول لهم شوفوا النتيجة فرق 4 نقاط، يبقى احنا أحسن، يبقى عايزين نفوز، عايزين ناخد الشوط ده عشان نبقى ناخد الشوط الثالث ونخلص ونلعب المباراة الفاصلة إن شاء الله يوم الأحد. انتهى الوقت المستقطع لطلبه أحمد عاشور المدير الفني
لنادي الزمالك حوار ثلاثي احمد صلاح عبد الله عبد السلام لويجيا الايطالي. طبعا كابتن الفريق عبد الله عبد السلام تعليمات كده للاعيبه عشان يعدوا بسلام هذا الشوط. رسلان محمد عصران، محمد عصران على الارسال، ارسال من اعلى خارج الملعب يا عصران. رقم 9 عصران، معلش معوض، 7 الزمالك 10 الاهلي، والارسال مع نادي الزمالك. ياسين على الارسال رقم 5، ارسال من اعلى استقبال لويجي، عبد الله رايح لها اخر الملعب عشان يعد، ولويجي بيلعب كده فوق حائط الصد، ولكن في تغطيه على حائط الصد وعلى الضارب. محاوله مره ثانيه عصران، وبيشوط خلفي يا ولد يا عصران، ودفاع عن الملعب من نادي الزمالك خارج الملعب، والنقطه 11. في تحفيز كده من عبد الله عبد السلام كابتن الفريق لعصران وللاعيبه النادي الاهلي، ورايح محمد عبد المحسن على الارسال رقم 16. في حاجه في صباعه الظاهر، هيلعب ارسال من اعلى استقبال اعداد نادي الزمالك، ودفاع عن الملعب من عبد الله، ولكن ما لحقهاش احمد صلاح، ونقطه لنادي الزمالك، النقطه 8، والفارق تقلص الى 3 نقاط. هي قويه جت في عبد الله، فاحمد صلاح جري وراه عشان يجيبها ما لحقهاش. ارسال من نادي الزمالك، احمد عفيفي بيلعب ارسال استقبال ومحاوله من حائط الصد، ونقطه للنادي الاهلي، نقطه 12 يا ولد. اهي في الاعاده هبانه، اهي طالع عصران وحائط الصد ونزلت ملعب نادي الزمالك، والنقطه 12. احمد صلاح على علامي على الارسال، 12 الاهلي 8 الزمالك، 4 نقاط فارق. احمد صلاح ارسال قوي ودفاع من نادي الزمالك، من ليبرو نادي الزمالك، ونقطة للنادي الأهلي، النقطة 13. 13 الأهلي 8 الزمالك، 5 نقاط فارق. أهو محمد رضا اللي هو الليبرو، ونقطة للنادي الأهلي، النقطة 13 وفارق 5 نقاط، ومحقق أحمد صلاح على الإرسال، وتركب وحذر من لاعبي النادي الزمالك. احمد صلاح ارسال قوي استقبال ياسين، ولكن رشاد ضرب سريع من مركز 3 وبيجيب النقطه 9. الارسال مع نادي الزمالك، ورشاد شيب رقم 9 مركز 3 سنتر بلوك، ارسال من اعلى استقبال عصران واعداد، واحمد صلاح ومحاولة من نادي الزمالك، ودفاع عن الملعب مرة تانية بيلعبها عبد الله، معلش جت وعايز يعديها على طول، ولكن ما خدش باله فجت في الشبكة، والنقطة 10 لنادي الزمالك. في كده دويتو بينه وبين رضا هيكل، 10 الزمالك 13 الأهلي، والإرسال مع رشاد شيب، نقطة إيش يا جماعة، يا جماعة نخلي بالنا ما نتعزمش على الكورة، ما نتعزمش على الكورة. كابتن مصلح أكيد هيعمل غيار أو حاجة، بص اتعزمنا على الكورة، جارسيا والويجي وعصران. الإرسال مع نادي الزمالك، 11 الزمالك 13، وقت مستقطع، طلبوا أكيد الكابتن ميدو، شايف إن الـ إن الـ إن الشوط بقى أصبح الفارق نقطتين، وهو كان فارق 5 نقاط، بيحاول طبعا يمتص حماس لاعبي نادي الزمالك، زعلان اهو امام مدام حضراتكم، عايز يخلي الفارق كبير عشان يخلص من الجيم الثاني وياخد الجيم الثاني ويخش على الثالث. الارسال مع نادي الزمالك، 11 الزمالك رشاد شيب، 13 النادي الاهلي،
مباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك في الكرة الطايرة بكأس نهائي كأس مصر بلاي أوف بيست 3 بصالة اتحاد الشرطة الدولية بالدراسة، ومحاولة كده دفاع من جارسيا ولكن بتيجي خارج الملعب، ووصلنا لفارق نقطة واحدة. لسه برضو احنا برضو متقدمين. عبد الله عبد السلام كابتن الفريق بيقول لهم لسه احنا اكتر واحنا الفارق واحنا الاحسن. رشاد شبل على الارسال، استقبال النادي الاهلي، اعداد عبد الله بيضرب لويجي الايطالي، ومحاوله من نادي الزمالك الدفاع عن الملعب، وجارسيا مره ثانيه، وضربه ساحقه سريعه من محمد عزران وبيجيب النقطه 14. في اعتراض طبعا وفي كلام مع الحكم الاول من لاعبي نادي الزمالك على هذا القرار. خطا على نادي الزمالك والنقطه 14 للنادي الاهلي، فارق نقطتين، والارسال مع النادي الاهلي. لويجي على الايطالي المحترف على رقم 6 على الارسال، 14 الاهلي 12 الزمالك، فارق نقطتين. استقبال اعداد خلفي لرضا هيكل، ومحاوله تاتش بلوك ونقطه لنادي الزمالك. عشان كده الكابتن محمد مصلح قال لهم عايزين نبقى الفارق كبير عشان الفارق الصغير ممكن هم يتعادلوا. رضا هيكل على الارسال، 13 الزمالك، الاهلي 14. عصران امام حضراتكم رقم 9 اهو منتظر ومتركض، وفعلا جابها عصران، وضربه ساحقه ومحاوله وبيلعبها عبد الرحمن سعودي مره ثانيه، مره ثالثه من لويجي، ونقطه للنادي الزمالك. فور باس اعتقد، والتعادل الاول لنادي الزمالك 14 14. رضا هيكل على الارسال، يلا يا عصران، استقبال من عصران، وادي محاوله ثانيه، وادي احمد صلاح يا ولد، برافو. وفعلا صعب هجوم المنافس وعايز يعدي الكره، لكن الكره ما عدتش، ونقطه لنادي الاهلي، والنقطه 15 الاهلي 14 نادي الزمالك. الحكم الاول اهو في حاجه، حد وقع، الليبرو بتاع نادي الزمالك محمد الهو او محمد رضا رقم 10 تقريبا خبط في السلم بتاع الصاله، كان مقصوره الصاله امام حضراتكم اهو. اهو بص رايح، رايح يجري ورا الكوره، بص 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 اهو قدام حضراتكم اهو، لعب الكوره وما اتخبطش، هو لعب الكوره برجليه ونزل على رجليه، فتقريبا شد بسيط كده. طبعا الحكم لازم يستنى لو في لاعب في داخل الملعب اصيب ولا حاجه، لازم يستنى لحد ما يستكمل علاجه ويديله الوقت بتاعه. الارسال مع النادي الاهلي، 15 الاهلي 14 الزمالك. عبد الرحمن سعودي على الارسال، هيلعب ارسال من اعلى، استقبال نادي الزمالك، ياسين، وضربه ساحقه ومحاوله من النادي الاهلي الدفاع عن الملعب من كره واحده، وادي محمد عبد المحسن لعب الكوره وخطا على محمد مجدي، محمد مجدي اهو لعب الكوره، بص ازاي، وعدى كمان خط المنتصف برجليه الاثنين، ونقطة للنادي الأهلي النقطة 16، ورجعنا تاني لفارق السكور نقطتين. عبد الرحمن سعودي على الإرسال، يلا يا عبد الرحمن، استقبال نادي الزمالك وإعداد وحائط صد ناجح، عصران وعبد المحسن، محمد عصران ومحمد عبد المحسن وراجعين بيحتفلوا بالنقطة 17. فالتقدم للنادي الأهلي 17 14. اهو حائط صد يعني لا احسن ولا اروع من كده، الاثنين عبد المحسن وعصران،
وجابوا نقطة 17. وعبد الرحمن سعودي ما زال على الإرسال. 17 الأهلي 14 الزمالك. استقبال خارج الملعب، خارج الملعب. تعوض يلا. الإرسال مع الزمالك. محمد مصطفى لعب رقم 22 على الإرسال. استقبال من النادي الأهلي جارسيا المحترف الكوبي، ومحاولة من عصران ولكن في خطأ على عصران. طبعا هو عدى من تحت الشبكة وأكيد لمس الشبكة في الخطة اللي فاتت دي، ورجع الفارق السكور نقطة واحدة. أهو بص طالع نزل عدى برجليه الشمال خط الوسط أو خط المنتصف. لعب على الإرسال، استقبال نادي الأهلي، إعداد عبد الله خلفي، نكلة أبو صلاح يا ولد يا أبو صلاح. محاولة مرة تانية من رضا هيكل، دفاع عن الملعب لوجي. أسلام عصران بيلعب الكرة مرة تانية، وحائط صد، ومحاولة من النادي الأهلي الدفاع عن الملعب مرة تانية. أهو حائط صد ناجح من لعيب النادي الأهلي، والنقطة 18 للأهلي. حسبها ايه؟ هنشوف الحكم. 18 الاهلي 16 الزمالك، وفارق نقطتين. محمد عصران اهو. بص الوجي بيديله بيقول له تعليمات، بيقول له خلي بالك مثلا لما نيجي تلعب الكوره. هو اصغر لاعب تقريبا موجود محمد عصران، هو وعبد الرحمن سعود. عبد الله عبد السلام الفتى الاسمر على الارسال. يلا يا عبد الله. محاوله من نادي الزمالك وخارج الملعب، خارج الملعب، والنقطه 19. قربنا اهو على النقطه 20، ثلاث نقاط فارق واحسن. شفت بقى كابتن مصلح لما بيقول نحافظ على الفارق عشان لمصلحه الفرقه. 19 الاهلي 16 الزمالك. وعبد الله عبد السلام ارسال قوي خارج الملعب يا عبد الله، خارج الملعب. الشوط الثاني من مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في كأس مصر للكرة الطايرة بصالة اتحاد الشرطة الرياضي الدولية بالدراسة، والإرسال مع نادي الزمالك. 17 الزمالك 19 الأهلي. محمد مجدي على الإرسال، استقبال جارسيا، وضربة ساحقة قوية من محمد عبد المحسن. يا ولد يا ولد يا عبد المحسن، هارد لك، تسلم ايدك يا عبد المحسن، تسلم ايدك يا عبد المحسن. 20 الاهلي، الزمالك 17. كده اقتربنا من نهايه الشوط الثاني والفوز بالشوط الثاني ان شاء الله. ده دفعه معنويه بقى يكون للشوط الثالث باذن الله. ومحمد عصران على الارسال رقم 9، بيلعب ارسال قوي، بيضيع الارسال. يا جماعه يا جماعة، هو الشوط الثاني ماله كده؟ الإرسال مع الزمالك، 18 الزمالك 20 الأهلي. ياسين رقم 5، ياسين محمد معد نادي الزمالك، هيلعب إرسال من أعلى، استقبال نادي الأهلي. إعداد عبد الله سريع لعبد المحسن خارج الملعب، ولكن بيقول تاتش، فيها تاتش. طبعا نقطة فارق في السكور، 19 الزمالك 20 النادي الأهلي، كنا ثلاث نقاط. يلا إرسال من نادي الزمالك، استقبال عصران وعبد الله، وضربة ساحقة جوه الملعب، جوه الملعب، ونقطة 21. الأهلي 21 19 نادي الزمالك. اهو اعداد خلفي لي احمد صلاح العالمي اللي جاي مركز اثنين وبيضرب باقصى قوه. تسلم ايدك يا ابو صلاح. 21 الاهلي 19 الزمالك، وعبد المحسن على الارسال. محمد عبد المحسن 16 يلعب ارسال من اعلى، استقبال واعداد، ضربه ساحقه سريعه من رشاد شبلي بمركز ثلاثه وبيجيب النقطه، والنقطه 20. الزمالك 20 21 الاهلي. يلا يا رجاله النادي الاهلي،
نزود الفارق بقى وناخد الجيم ده. عصران ومحاوله واحمد صلاح، تاتش بلوك، تاتش بلوك جت في محمد مصطفى لعبه، ونقطه للنادي الاهلي، النقطه 22 اهو طالع. بص بص ضارب وجت في محمد مصطفى لعبه وتاتش بلوك، ونقطه للنادي الاهلي، 22 الاهلي 20 الزمالك. تسلم ايدك يا ابو صلاح يا عالمي. راح على الارسال احمد صلاح على الارسال، ارسال من اعلى، يا سلام لو تجيب ايس يا ابو صلاح بقى. محاوله والاعداد ودفاع عن الملعب من لاعب النادي الاهلي رقم 7 محمد رمضان، ليبرو الفريق مره ثانيه، ومحاوله كده احمد حسام يوسف نزل اهو مكان عبد الله عبد السلام في تغيير، ومحاوله مره ثانيه، ونقطه لنادي الزمالك، نقطه لنادي الزمالك، 21 الزمالك 22 الاهلي. يلا يا جماعه نخلي بالنا، نخلي بالنا اهو، لازم نتحرك شويه يا عصران. في تغيير هنا، عبد الله نزل تاني مكان حسام يوسف، كان في تغيير، نفس التغيير رجع تاني. استقبال النادي الاهلي، اعداد عبد الله وبيضرب لوجه الايطالي وخارج الملعب، والنقطه 23 كده، نقطتين فارق، يبقى اقتربنا من الفوز بالشوط الثاني اهو. طالع لويجي الايطالي وتيجي في حائط الصد، تبقى خارج الملعب للنادي، نقطه للنادي الاهلي. الارسال مع النادي الاهلي 8 اللي نزل عبد الرحمن الحسيني، وقت مستقطع طلبه الكابتن احمد عاشور، عبد الرحمن الحسيني كده نزل مكان اقول لحضراتكم دلوقتي، والوقت المستقطع لطلبه الكابتن احمد عاشور، والتقدم للنادي الاهلي 23-21، وادي فرقه النادي الاهلي على ايدك اليمين، والكابتن ميدو مصلحي مع كابتن تامر مجدي، بتاكيد في حاجات فنيه، واللعيبه نزلت ارض الملعب، وانتهى الوقت المستقطع لطلبه احمد عاشور المدير الفني لنادي الزمالك. في حوار ثنائي ما بين تامر مجدي ومحمد مصطفى حميدو على حاجات فنيه في الملعب. علي ارسال مع النادي الاهلي 23 الاهلي 21، وعبد الرحمن الحسيني رقم 8 بيلعب، نقطه للنادي الزمالك، والنقطه 22 لسه ما زلنا برضه في فارق نقطه يا جماعه، نلعب نلعب اهي. الارسال مع الزمالك، رضا هيكل استقبال جارسيا واستعداد، وعبد الله وعصران بيضرب مرة تانية، عبد الله وعصران يا ولد، نقطة 24 نقطة. بص اهو محمد فيصل حميدو راح يبوسه ويقول له هارد لك يا ولد، تسلم ايدك يا عصران اهو. اعداد من عبد الله رايح هناك في مركز 4 وبيضرب عصران وبيجيب النقطة 24، تسلم ايدك يا عصران اهو. بص راح له بيبوسه وبيقول له نفس الكرة تاني بقى عشان نفوز بالشوط التاني. ارسال مع النادي الاهلي، عبد الرحمن سعودي رقم 5 على الارسال، ارسال من اعلى استقبال الزمالك، اعداد ومحاولة كده لضرب الكرة داخل الملعب، نقطة لنادي الزمالك، النقطة 23 اهو. احمد يوسف عفيفي ضارب وهي جاية على خط الخط، على 23 الزمالك 24، في تغيير لنادي الزمالك، رقم 7 نازل اهو محمد عفيفي مكان محمد مصطفى لعبة،
هيلغي التمرير، هيلغي التغييره. ياسين هو ارسال مع محمد مصطفى لعبه. 23 الزمالك 24 الاهلي. يلا نستقبل بقى ونجيب النقطه دي. الاستقبال اهو، يلا نعدي الكوره. الاستقبال كان وحش. اعداد مره ثانيه ورضا هيكل طالع. نقطه لنادي الزمالك ونقطه التعادل، نقطه التعادل، نقطه التعادل. يلا 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 لسه لسه. نفس التغيير اهو، لويجي دخل وخرج عبد الرحمن الحسيني رقم 8 اهو. معلش معلش معلش. التعادل 24 24 الشوط الثاني من مباراه القمه بين فريقي النادي الاهلي ونادي الزمالك في كاس مصر بلاي بيست اوف 3. والمباراه الثانيه الاولى خلصت لصالح نادي الزمالك 3-2، ودي المباراه الثانيه بصاله اتحاد الشرطه الرياضي الدوليه بالدراسه وعلى ايدك اليمين النادي الاهلي بالجيو الاحمر، والنتيجه 24 24 في الشوط الثاني. ويدير اللقاء حكم طاقم حكم اماراتي، الحكم الدولي حامد الروسي، والحكم الدولي محمد الدوله الدوله. والارسال مع نادي الزمالك محمد مصطفى لعبه اللي كان عايز يخرج وينزل مكانه محمد عفيفي، ولكن الحكم الثاني لغى التغيير. 24 24 واستقبال وحش من النادي الاهلي، بيلعب عليه على لويجي وجاب النقطه. 25 25 الزمالك 24 الاهلي. عبد الله بيقول لهم لسه لسه. ولا حاجه عبد الله اهو كابتن الفريق بيقول لهم ولا حاجه، نستقبل ونلعب. استقبال اهو، بص لعب على نفس اللاعب لويجي ومحاوله مره ثانيه تاتش بلوك والتعادل. 25 25 25 25 اهو طالع اهو. بص عبد الله وعصران ضرب وجت في لاعب 15 من نادي الزمالك محمد مجدي خارج الملعب. 25 25 عبد الله عبد السلام على الارسال. عبد الله بيلعب ارسال قوي خارج الملعب. يا عبد الله خارج الملعب، لازم نعدي الارسال بس حد. ستة وعشرين الزمالك 25 الاهلي. نعوض الكرة دي، ارسال من اعلى، استقبال نادي الاهلي. عبد الله والحسين وحائط صد ناجح من محمد عصران يا ولد. ونقطة للنادي الاهلي 26 26 اهو. عصران طالع وجت في حائط الصد خارج الملعب، ونقطة للنادي الاهلي. الارسال مع النادي الاهلي محمد عصران رقم 9. ارسال من اعلى، استقبال نادي الزمالك، اعداد وضربة ساحقة رضا هيكل يا راجل تاتش بلوك، والنقطة 27. ومتهيألي لو عصران كان سبع كانت ممكن تطلع بره. الارسال مع الزمالك ياسين. ياسين بيلعب ارسال من اعلى، استقبال لويجي واعداد، ولويجي بيضرب ونقطة التعادل، نقطة التعادل. يا جماعة كنا فارقين أكتر من نقطة إحنا، ولكن الزمالك اتعادل وأدي 27 27. الإرسال مع النادي الأهلي محمد عبد المحسن بيلعب إرسال من أعلى، استقبال إعداد وضاعه رضا هيكل بيشوط وخارج الملعب، ونقطة ثانية 28 27. لازم الجيم يخلص بفارق نقطتين. 28 الزمالك 27 الاهلي، والارسال مع نادي الزمالك.
احمد عفيفي استقبال، ومحمد صلاح. يا ولد يا ولد تسلم ايديك يا ابو صلاح، تسلم ايديك يا ابو صلاح يا عالمي. 28 28، والارسال مع احمد صلاح اهو طالع وضارب من اعلى نقطه وجايب نقطه التعادل. احمد صلاح على الارسال 28 28، هيلعب ارسال من اعلى احمد صلاح، استقبال نادي الزمالك واعداد خلفي ومحاوله، نقطه التقدم للزمالك 29 28. اخره الجيم هيبقى كام؟ الارسال مع الزمالك رشاد شبل، الشوط الثاني كاس مصر، نهائي كاس مصر، صاله مغطاه اتحاد الشرطه الرياضي الدوليه ب الدراسة، ونقطة التعادل خارج الملعب، ونقطة الفوز لنادي الزمالك الشوط الثاني 30 28. الشوط الثاني، ونروح لفاصل ونرجع لحضراتكم بعد انتهاء الفاصل لنتابع معا الشوط الثالث من مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الكرة الطائرة. مع حضراتكم في الشوط الثالث من مباراة الكرة الطايرة بين فريقي الأهلي والزمالك في قمة كأس مصر ونهائي كأس مصر اللي بتلعب بنظام بلاي أوف، يعني ثلاث ماتشات يتلعبوا، لو فريق فاز بماتشين يفوز بالبطولة، وهيبقى على إيدك اليمين نادي الزمالك بزيه الأبيض، وعلى إيدك اليسار نادي الأهلي بزيه الأحمر في صالة اتحاد الشرطة الرياضي بالدراسة. وطبعا دي المرة المباراة الثامنة بهذا الموسم يتقابل نادي الأهلي والزمالك في الدوري، وكان طبعا الدوري كان من نصيب نادي الزمالك. الأهلي فاز 3-0 في الجولة الثالثة من المرحلة الثانية من دور التمهيدي للدوري، وفاز النادي الأهلي 3-1 على الزمالك في الجولة السادسة. الجولة الختامية فاز الأهلي 3-0 برضو، وفاز الأهلي في ختام الدور الأول من كأس السوبر وفاز بكأس السوبر 3-0، ونهائي كأس السوبر الأهلي فاز 3-0. يعني والمباراة اللي بعد كده أولى لقاءات سلسلة نهائي الدوري، الزمالك فاز على الأهلي 3-1، تاني لقاءات الزمالك فاز 3-2 وفاز ببطولة الدوري. أما أولى لقاءات نهائي كأس مصر فاز نادي الزمالك أمس 3-2، وهذا لقاء هو لقاء القمة الثاني بين الفريقين الأهلي والزمالك، والتعادل في الأشواط. الشوط الأول كان النادي الأهلي 25-20، الشوط الثاني كان 30-28 لنادي الزمالك. وأمام حضراتكم وعلى إيدك اليسار نادي الزمالك، على إيدك اليسار نادي الأهلي بزيه الأحمر، عبد الله عبد السلام رقم 2، أحمد صلاح رقم 4، عبد الرحمن سعودي رقم 5، محمد عصران رقم 9 اللي على الإرسال، والإيطالي لويجي رقم 6 المحترف الإيطالي في صفوف النادي الأهلي، وجارسيا المحترف الكوبي في وبيلعب ليبرو، ومحمد رقم 7 محمد رمضان ليبرو نادي الاهلي، ومحمد عبد المحسن رقم 16، والارسال من نادي الاهلي وخارج الملعب، النقطه الاولى لنادي الزمالك. اما نادي الزمالك على ايدك اليمين محمد مصطفى لعبه رقم 22، رقم 17 رضا هيكل، ورقم 11 احمد يوسف، ومحمد رضا اللي هو رقم 10 اللي هو ليبرو الفريق، و 11 احمد عفيفي، احمد يوسف عفيفي، ورشاد شبل رقم 9. و ادي اهي نقطه للنادي الاهلي، نقطه التعادل، والتعادل 1-1 في النقاط. والاهلي على ارسال محمد عبد المحسن رقم 16 بيلعب ارسال من اعلى خارج الملعب، مش عايزين نضيع ارسالات كتير يا جماعه، لان دي سببت الشوط اللي فات ان الاهلي خسر الشوط، والتعادل في الاشواط كده 1-1. الارسال مع نادي الزمالك 2 الزمالك 1 الاهلي، احمد عفيفي بيلعب ارسال واستقبال الاهلي، وضربه ساحقه من لويجي الايطالي، ونقطه النقطه الثانيه، ونقطه التعادل 2-2. ويحكم هذا اللقاء الحكم طاقم حكام اماراتي، الحكم الدولي حامد الروسي، والحكم الثاني محمد الدوله.
والإرسال مع أحمد صلاح رقم 4 العالمي. أحمد صلاح بيلعب بذراعه الأيسر وإرسال قوي واستقبال، ومحمد ياسين بيلعب، ومرة تانية النادي الأهلي بيلعب، والوجي بيلعب، وفي دفاع عن الملعب صعب هنا وخارج الملعب. والنقطة الثالثة للنادي الأهلي، 3 الأهلي 2 الزمالك، والإرسال مع النادي الأهلي. مستني طبعا في بقعة في العرق من في الملعب، ويجي مسيحي الملاعب اهو دخل عشان يشيل الزبالة او المطرح العرق او التراب او اي حاجة مكان اللاعب اللي وقع. 3 الاهلي 2 الزمالك، مباراة القمة بين فريقي الكرة الطايرة، قطبي الكرة الطايرة في مصر في نهائي كأس مصر. أحمد صلاح الإرسال، 3 الأهلي 2 الزمالك، وبيلعب إرسال قوي استقبال إعداد ياسين، وبيلعب رشاد شبل كده وبيلعبها أحمد صلاح، خدها كده بصعوبة شوية. ونقطة التعادل، 3 الزمالك 3 الأهلي، والإرسال مع رشاد شبل نادي الزمالك. الإرسال من أعلى، إرسال استقبال كده، ومرة تانية وضربة ساحقة من عبد الرحمن سعودي وبيجيب نقطة للنادي الأهلي. كده 4 الأهلي 3 الزمالك. عايزين نفرق بقى ونلعب بقى وناخد الجيم ده أهو. إعداد وسريع من عبد الرحمن سعودي بيلعبها، بتيجي في رشاد شيب، تنزل ملعب الزمالك. والنقطة الرابعة لوجي على الإرسال الإيطالي، 4 الأهلي 3 الزمالك، بتيجي برضه في الشبكة. يا جماعة مش عايزين نضيع إرسالات. عبد الله هو بيقول لهم معلش يلا 4-4. الإرسال مع الزمالك، رضا هيكل رقم 17 يلعب إرسال من أعلى، وبتيجي في الشبكة، ومجارسيا بيلعب الكرة، وعبد الله بيعديها عشان تعدي. عبد الله عبد السلام تاني وعصران، اتصد وتنزل ملعب النادي الاهلي. يا جماعه نخلي بالنا من التغطيه على حائط الصد. يعني عصران طالع اهو بيشوط اهو طالع، وجت في حائط الصد الزمالكاوي وتنزل ملعب النادي الاهلي. كان في اتنين وراء عصران كان ممكن يحاولوا ينقذوا الكوره. رضا هيكل مره تانيه خارج الملعب، والتعادل شكرا. 5-5، 5 الأهلي 5 الزمالك. عبد الرحمن سعودي رقم 5 على الإرسال، إرسال من أعلى استقبال نادي الزمالك، ومحاولة ونقطة. لعبة بيضرب نازلة في التلت الأخير من الملعب. أهي بص أدي مصطفى لعب، محمد مصطفى لعب طالع وضارب فين؟ هناك قبل خط النهاية للملعب. 6 الزمالك 5 الأهلي، محمد مصطفى لعب على الإرسال. استقبال الأهلي، إعداد عبد الله، عبد محسن يا ولد يا ولد يا عبد محسن يا ولد. 6-6، تسلم ايدك يا عبد المحسن. اهو طالع وضارب، استقبال نادي الزمالك، اعداد، واحمد يوسف عفيفي، وحاط الصد مشروخ. يا جماعه لا نخلي بالنا. عصران بيضرب بايده الأرض كده يعني. سبعة الزمالك 6 النادي الأهلي. 15 إرسال محمد مجدي نادي الزمالك، بيلعب إرسال قوي. عبد الله وأحمد صلاح طالع كده، تيجي حائط صد مشروخ، ونقطة للنادي الأهلي، نقطة التعادل. أو طالع بص أحمد صلاح في مركز 4 وبيلعب الكرة كده، بيلعبها بقوة
وجت في حائط الصد ونزلت ملعب الزمالك. ارسال مع النادي الاهلي 77 محمد عصران على الارسال رقم 9 او بيلعب ارسال من اعلى قوي استقبال وياسين وضربه ساحقه حائط صد من عبد المحسن. يا ولد تسلم ايدك يا عبد المحسن، تسلم ايدك يا عبد المحسن. 8 الاهلي 7 الزمالك. بص طالع عبد المحسن اهو وحائط صد بتيجي فيه بالنقطة الثامنة. شفت فرحته وطريقته في الفرحة بالاحتفال بالنقطة. محمد عصران رقم 9 على الإرسال، 8 الأهلي 7 الزمالك. مع عصران استقبال الزمالك إعداد خلفي ورضا هيكل وبيضرب وعبد الله عبد السلام بيدافع مرة تانية الزمالك ومحاولة كده من مصطفى لعبة وبيجيب نقطة برضه في نفس المكان اهو طالع. بص وضارب فين؟ ضارب قبل خط النهاية خارج خلف اللعيبة. 8-8 والإرسال مع نادي الزمالك. ياسين على الإرسال رقم 5 معد نادي الزمالك. ياسين محمد استقبال النادي الاهلي. عبد الله بيعد وبيضرب ابو صلاح العالمي وبتيجي في حائط الصد ونقطه. تسلم ايدك يا ابو صلاح يا عالمي. 9 الاهلي 8 الزمالك. محمد عبد المحسن على الارسال. يلا يا عبد المحسن استقبال اعداد وحائط صد ناجح. عبد الرحمن سعودي فردي بيجيب النقطه العاشره. فرقنا نقطتين اهو يا جماعه، بقى نلعب بقى ونلعب وناخد الجيم ده. يلا يا عبد محسن. 10 الاهلي 8 الزمالك والارسال مع محمد عبد محسن النادي الاهلي. ارسال من اعلى. ضيعت ليه يا عبد محسن؟ معلش معلش. يلا الارسال ينتقل الى نادي الزمالك. ارسال مع احمد عفيفي على الارسال. ارسال بيضيع في الشبكه، محدش احسن من حد. الاهلي ضيع والزمالك ضيع. النقطه 11 للاهلي و9 الزمالك وفارق نقطتين. رجعنا فارق نقطتين تاني. والعالمي على الارسال احمد صلاح. احمد صلاح ارسال من اعلى احمد صلاح اعداد ومحاوله مره تانية ونقطه للنادي الزمالك. جت كده من مركز 2 ونقطه ونقطه النقطه العشره. ورشاد شبل على الارسال. الانتنه كده الرباط بتاعها متفك فالمراقب الخط بيجي يعدلها. رشاد شبل على الارسال. استقبال نادي الاهلي اعداد عبد الله عبد السلام. احمد صلاح يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد تسلم ايدك يا ابو صلاح. 12 الاهلي 10 الزمالك. اهو طالع وضارب من مركز 2 يا ولد يا ابو صلاح. تعليمات اهو للكابتن من الكابتن مصلحي للعيبه ولكن لوجي بيضيع الارسال. بيقول له احمد صلاح بيقول له عديه وخلاص. نقطه لنادي الزمالك والارسال لنادي الزمالك رضا هيكل. 17 11 الاهلي 11 الزمالك 12 الاهلي. وارسال واستقبال ونقطه للنادي الاهلي. يا ولد يا ولد تسلم ايديك يا عبد الرحمن. 13 الاهلي 11 الزمالك. جاي في الاعاده طالع اهو عبد الله بيدي لعبد الرحمن وبيلعبها كده بخفيه ما شطهاش. هو لعبها فوق حائط الصد ولعبها ايزي سهله بليزنج
وجاب منها نقطة عبد الرحمن سعود. 13 الأهلي 11 الزمالك. استقبال الزمالك، إعداد ومحاولة مرة تانية ودفاع عن الملعب وعصران بيدافع ونقطة، نقطة للنادي الأهلي، نقطة 14. 14 الأهلي عصران، 14 الأهلي 11 الزمالك. أهي بص طلع عصران لعب الكورة جت مرة تانية وفي إيد رضا هيكل وخارج الملعب ونقطة، نقطة للنادي الأهلي. 14 الأهلي 11 الزمالك، وما زال على الإرسال عبد الرحمن سعودي رقم 5. يلا يا عبد الرحمن. عبد الرحمن سعودي على الإرسال رقم 5، هيلعب إرسال قوي للنادي الأهلي. أهو إرسال، استقبال مرة تانية ومحاولة كده، ولكن رضا هيكل بيضرب من مركز 2 خارج الملعب ونقطة للنادي الأهلي، النقطة 15. النقطة 15 أهي طالع، ورضا هيكل أهو ضارب، هي جت خارج الملعب. هي هو بيندى لعبد الله عشان عبد الله ده كابتن الفريق. وقت مستقطع طلبه احمد عاشور المدير الفني لنادي الزمالك لاكتساب حماس نادي الاهلي. الاهلي 15 والزمالك 11 وفارق 4 نقاط امام حضراتكم الوقت المستقطع. كابتن مصالحي ميدو وجهازه الفني تامر مجدي ومحمود جمعه وسامح ظلام، كل دول بتوجيهات وتعليمات عشان يخرجوا فايزين بهذا الشوط. برضه حسام يوسف اهو بيكلم لويجي وبيقول له إيه العب كذا وخلي بالك من كذا وكده. الارسال مع النادي الاهلي 15 الاهلي 11 الزمالك، وعلى الارسال عبد الرحمن سعودي ما زال على الارسال، فارق 4 نقاط لصالح النادي الاهلي. نقطة، نقطة اس 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 اس، نقطة 16، نقطة 16، ادي الفارق زاد لخمس نقاط. يلا نلعب بقى ناخد هذا الجيم. ستاشر الاهلي 11 الزمالك. ارسال عبد الرحمن سعودي، اعداد ومحاولة مرة تانية وضربة ساحقة قوية من محمد عصران وبيجيب النقطة 17 وبيزداد الفارق الى 6 نقاط. اهو بص عبد الله عبد السلام بقى يعد العصران بقى وبيطلع كده وبالمقاس ويلا يلا تسلم ايدك يا عصران. سعودي على الارسال ما زال. استقبال من نادي الزمالك، اعداد ونقطة تانية من عصران. يا ولد يا عصران، يا ولد يا عصران، تسلم ايدك يا عصران. نقطة 18 اهو طالع، بص طالع كورة جاية له فوق الشبكة لعبها، هي مش تداخل. سعودي على الإرسال، عبد الرحمن سعودي 7 نقاط، يعني حاجة، ويعني 7 نقاط فارق و7 نقاط للأهلي وياخد هذا الشوط. هيلعب ارسال من اعلى عبد الرحمن سعودي، استقبال اعداد ومره ثانيه محاوله من مصطفى لعب ولكن خارج الملعب، والنقطه 19. برافو 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 برافو، نستمر على هذا المنوال.
الارسال مع النادي الاهلي، عبد الرحمن سعودي على الارسال. في تغيير للنادي الاهلي، خرج ياسين، اعتقد نزل احمد فتحي المعد الاول رقم واحد. ارسال من اعلى، عبد الرحمن سعودي، وثمان نقاط فارق لصالح النادي الاهلي. استقبال، اعداد، مره ثانيه بيضرب مع محمد مصطفى لعبه، هو خارج الملعب والنقطه 20. 20 النادي الاهلي. يلا يا رجاله احسن، تسلم ايدك اهو اهو، خارج الملعب ونقطه للنادي الاهلي. 20 الاهلي، 11، 9 نقاط فارق. يلا يا سعودي، استقبال نادي الزمالك ومحاولة وحائط صد، ولكن نقطة لنادي الزمالك جت في حائط الصد. محمد مهدي اهو نزل رقم 6. والارسال مع نادي الزمالك، اهو النتيجة امام حضراتكم، 20 الاهلي 12 الزمالك في الشوط الثالث، والتعادل في الاشواط 1-1. حائط صد ناجح من محمد مهدي اللي يجيب النقطة 13. محمد المهدي الارسال مع نادي الزمالك، 20 كنسان اوجباي التركي المحترف في صفوف نادي الزمالك، وادي رقم 14 نزل اهو سيف عابد مكان رشاد، ومحاوله مره ثانيه من نادي الزمالك، كابتن احمد عاشور بيحسن او عمل تبديلات كده وخد نقطه اهي، النقطه 14. وقت مستقطع طلبه كابتن محمد مصير حميدو. 14 الزمالك، 20 النادي الاهلي، فارق 6 نقاط، كنا 9 نقاط، خدوا 3 نقاط ورا بعض، لازم نوقف نضيف النقاط ده عشان نفوز بهذا الشوط. انتهى الوقت المستقطع اللي طلبه كابتن صالح ميدو، وعلى الارسال رقم 20 من الزمالك كنسان اوجباي التركي المحترف في الزمالك، واستقبال النادي الاهلي، اعداد عبد الله عبد السلام واحمد صلاح. يا ولد يا ولد، تسلم ايدك يا ابو صلاح، تسلم ايدك يا ابو صلاح، اهو طالع وضارب من مركز 2 وبيجيب النقطة 21. الإرسال مع عبد الله عبد السلام، يلا يا فتى يا أسمر الذهب، وأدي ضربة ساحقة، والنادي الأهلي بيدافع وبيلعب وطالع عصران وضرب الكرة، ولكن في استقبال من نادي الزمالك مرة تانية، دفاعه تغطية على حائط الصد، وعصران مرة تانية، ولكن نقطة خطأ على لاعبي نادي الزمالك، حد لمس الشبكة، والنقطة 22 لنادي الأهلي. أهو طالع، بص بص، في خطأ من نادي الزمالك، وقت مستقطع طلبه كابتن أحمد عاشور مدير الفني لنادي الزمالك، والنتيجة 22 الأهلي 14 الزمالك، يعني 3 نقاط وينتهي هذا الجيم لصالح النادي الأهلي. الارسال مع عبد الله عبد السلام، الفتى الاسمر رقم 2، عبد الله
يا ولد يا عبد الله، يا ولد يا ولد. محاوله مره تانية ودفاع عن الملعب من عبد الله اهو، بيعد محمد رمضان ودفاع عن الملعب تاني مره تانية. واحمد صلاح واحمد صلاح واحمد صلاح، يا ولد يا ولد يا عالمي يا عالمي يا احمد يا صلاح اهو. وطالع احمد صلاح وضارب، ولكن خف ايده ولعبها في الحته الفاضيه. 23 الاهلي، 14 الزمالك، طبعا فارق سكور جامد جدا يعني 11 نقطه. عبد الله عبد السلام على الارسال، ارسال قوي، استقبال، محاوله من نادي الزمالك لم الكوره، وادي اهي النقطة دي بقى. يلا ويلا يلا يلا، فعلا النقطة 24، ضربة قوية اهو طالع اهو. بص عبد الله بيعيد، وادي عبد محسن ضرب ضربة قوية جت في اتنين لعيبة والتالت وخرجت بره الملعب. 24 النادي الاهلي 14، فارق 10 نقاط ونقطة وإيس، والنقطة 25، وينتهي هذا الشوط 25-14 لصالح النادي الأهلي، وتصبح النتيجة 2-1 لصالح النادي الأهلي في الشوط الثالث. وفاصل وثم نعود لمتابعة المباراة في الشوط الرابع. معاكم في الشوط الرابع من مباراة القمة في الكرة الطايرة بين فريقي النادي الأهلي ونادي الزمالك في نهائي كأس مصر في مباريات البلاي أوف. في المباراة الثانية بصالة اتحاد الشرطة الرياضي، والأهلي متقدم 2-1 في الأشواط. الشوط الأول 25-20 الأهلي، الشوط الثاني 30-28 للزمالك، الشوط الثالث 25-14 للأهلي، وأدي 11 نقطة فارق زي ما احنا قلنا. والان الاهلي هيبقى على ايدك اليمين في الشوط الرابع بالزي والاحمر، وادي الكابتن مصالح ميدو مع اللعيبه وبيقول لهم ازاي بقى نخلص وناخد الجيم الرابع ده ونخلص الماتش. اما فريق نادي الزمالك على ايدك اليسار بزي الابيض كابتن احمد عاشور مدير فني، وهو واقف مع لعيبته امام حضراتكم. ادي الكابتن مصالح ميدو، محمود جمعه، يا كابتن تامر مجدي، كابتن محمود جمعه، كابتن سامح ضلام، وادي لعيبه النادي الاهلي. تعليمات من كابتن عبد الله عبد السلام كابتن الفريق رقم 2، احمد صلاح العالمي رقم 4، عبد الرحمن سعودي رقم 5، محمد عبد المحسن رقم 16، ورقم 6 الوجي الايطالي المحترف، ومحمد رسلان محمد عصران سوري محمد عصران رقم 9. على ايدك اليمين نادي الاهلي اهو، و الكوبي رقم 11 جارسيا اللي هو الليبرو الفريق. دي المباراة التامنة اعتقد ما بين الفريقين في هذا الموسم لاول مرة لهذه المباريات الكتيرة، لان كانت بتلعب بنظام البلاي اوف او بيست اوف 3، وطبعا الزمالك كان حظه احسن وخد الدوري، والاهلي اهو قال المباراة التانية، والاهلي متقدم 2-1 في الاشواط في المباراة التانية، والمباراة الاولى خلصت لصالح نادي الزمالك 3-2. ادي لعيبه نادي الاهلي اهم، وتعليمات من عبد الله عبد السلام، ومنتظرين سفاره سافره البدايه من الحكم الدولي الحكم حامد الروسي ومعاونه محمد الدوله من الامارات الشقيق. وادي الحكم الثاني محمد الدوله اهو بيشاور وبيشوف. وادي محمد الرحمن سعودي رقم 8، عبد الرحمن الحسيني رقم 8 هيلعب هذا الشوط اهو، يدفع بيه اهو عبد الرحمن الحسيني رقم 8 مكان عبد الرحمن سعودي اعتقد، لا مكان هقول لحضراتكم نادي الزمالك على ايدك اليسار وزي الابيض 11 احمد عفيفي، احمد فتحي، ياسين محمد معد الفريق،
اهو ياسين على الارسال، والاشواط امام حضراتكم 2 الاهلي 1 الزمالك، والشوط الرابع وضربه ساحقه لويجي وبيجيب النقطه الاولى للنادي الاهلي، فتحه خير وبشره خير. وكنا قلنا ان النادي الاهلي فاز على نادي الشمس في فريق كره اليد عمومي سيدات و 29/26 فقبل هذا اللقاء، وطبعا دي بشره خير للنادي الاهلي ان شاء الله انه يفوز بهذا اللقاء. ومحمد عبد المحسن على الارسال، قوي من محمد عبد المحسن، اعداد ومحاوله مره ثانيه وحائط صد ونقطه للنادي الاهلي، ويجي بيجيب النقطه الثانيه 2 الاهلي لا شيء الزمالك. الشوط الرابع امام حضراتكم اهم 6 لاعيبه موجودين في ارض الملعب، طالع اهو ويجي وبيجيب نقطه من حائط الصد، وعبد الرحمن الحسيني لعب مكان محمد عصران، ومحاوله مره ثانيه من النادي الاهلي ولكن نقطه لنادي الزمالك، النقطه الاولى الزمالك 1 الاهلي 2. الشوط الرابع مباراه القمه للكره الطايره بين فريقي الاهلي والزمالك، قطب الكره الطايره في صاله الدراسه او اتحاد الشرطه الرياضي الدوليه في نهائي كاس مصر، ومحاوله مره ثانيه والاهلي اهو عبد الله وعبد الرحمن، يلا يلا يا عالمي، ومحاوله لاتساع الفارق، ومحاوله مره ثانيه ولكن تيجي في ايد عبد الله وتبقى خارج الملعب، مش عايزين نضيع كرات كده 2-2 لسه الوقت قدامنا واحنا متقدمين في الاشواط. واحسن احمد عفيف على الارسال نادي الزمالك، هيلعب ارسال من اعلى استقبال الاهلي، عبد الرحمن الحسيني وضربه ساحقه من مركز 3 سريع ولكن تيجي خارج الملعب ونقطه لنادي الزمالك، اهو اهو طالع عبد الرحمن سعودي وبتيجي خارج الملعب خارج الملعب. الارسال احمد عفيفي على الارسال استقبال النادي الاهلي ولكن بترجع ملعب الزمالك مره، ومحاوله من رضا هيكل خارج الملعب خارج الملعب، تاتش بلوك جت في لاعب من النادي الاهلي رقم 5 عبد الرحمن سعودي، هو الحكم الثاني رفع ايده وعمل 5 اهو، بص جت تاتش بلوك في عبد الرحمن سعودي، والارسال ضايع من نادي الزمالك من احمد عفيفي، والنقطه الثالثه للنادي الاهلي، وينتقل الارسال الى الاهلي، وعلى الارسال احمد صلاح العالمي وبيخش بيخرج جارسيا اللي هو الليبرو، بيخش محمد رمضان ليبرو النادي الاهلي، احمد صلاح على الارسال، ارسال من اعلى يا ابو صلاح واستقبال من نادي الزمالك واعداد، ومحاوله مره ثانيه ودفاع عن الملعب من الحسيني يا ولد، وضربه ساحقه من لويجا الايطالي، يا ولد تسلم ايدك تسلم ايدك يا لويجي، ونقطه التعادل 4-4 اهو طالع وضارب ويجيب نقطه التعادل. الارسال مع الاهلي احمد صلاح العالمي، اهو حوار ثنائي زي ما انا قلت لك ما بين رضا هيكل وبين عبد الله السلام، وفي كلام مع الحكم الثاني والسماعات اهي شغاله زي ما شايفين امام حضراتكم. احمد صلاح على الارسال العالمي، ارسال من اعلى العالمي خارج الملعب يا عالمي يا عالمي، رشاد شبل على الارسال استقبال النادي الاهلي، اعداد عبد الله عبد السلام، احمد صلاح يا ولد يا ولد بيصعب المهمه على نادي الزمالك وخارج الملعب، والنقطه ونقطه للنادي الاهلي ونقطه التعادل، نقطه التعادل 5-5. لويجي على الارسال المحترف الايطالي رقم 6 هيلعب ارسال، ارسال من اعلى يا راجل يا راجل
كارت اصفر للاعب في النادي الاهلي. الاهلي الزمالك 6، الاهلي 5. الارسال مع الزمالك. رضا هيكل يلعب ارسال قوي. رضا خلي بالنا خارج الملعب، خارج الملعب، محدش احسن من حد. الاهلي ضيع والزمالك ضيع. 6-6 والتعادل. وعبد الرحمن سعودي على الارسال رقم 5. يلا نفرق بقى نقطتين ثلاثة كده ونخلص الشوط ده عشان نفوز بالمباراة ونلعب مباراة فاصلة يوم الأحد. كان قبل هذا اللقاء مباراة بتروجيت وطلائع الجيش، وكده من عبد الله عبد السلام وتبقى خارج الملعب ونقطة التقدم للزمالك. طلائع بتروجيت فاز على طلائع الجيش 3-0، وامبارح أمس طلائع الجيش غلب بتروجيت، يبقى في مباراة فاصلة ما بين الزمالك بتروجيت وطلائع الجيش يوم الأحد الساعة 6 لتحديد ثالث ورابع الدوري. الإرسال مع نادي الزمالك. محمد مصطفى لعبة استقبال الأهلي وضربة ساحقة يا ولد يا حسيني. مرة تانية أهو حسيني بالمركز 4 بيضرب، ولكن في دفاع قوي من نادي الزمالك ومحاولة مرة تانية يا عبد الله يا عبد الله. معلش معلش. 8 الزمالك 6 الأهلي. الإرسال مع نادي الزمالك. محمد مصطفى لعبة الإرسال مع محمد مصطفى اهو بيلعب إرسال من أعلى قوي، ثم رجع مرة واحدة لملعب نادي الزمالك. وادي رضا هيكل وبره الملعب، بره الملعب يا رضا. ونقطة للنادي الأهلي. 7 الأهلي 8 الزمالك. أهو رضا هيكل شاط بره، بره خالص، بره خالص بعيد. إرسال من عبد الله عبد السلام يا ولد يا عبد الله، خارج الملعب يا عبد الله. يا جماعة يا جماعة نلعب ايزي احسن ونضمن. 9 الزمالك 7 الاهلي. والارسال مع نادي الزمالك. محمد المهدي رقم 6. ارسال من اعلى مع الواز باستقبال النادي الاهلي. اعداد عبد الله ولعب لمحمد لعبد الرحمن، ونقطة للنادي الزمالك، نقطة للنادي الاهلي. لعبد الرحمن الحسيني يا ولد يا عبد الرحمن. والنقطة الثامنة أهو في الإعادة. بص لعب خلفي وشاط عبد الرحمن وجت في لاعب من نادي الزمالك وإيه ونزلت ملعب نادي الزمالك. والنقطة الثامنة للنادي الأهلي. والحسيني على الإرسال. عبد الرحمن الحسيني لعب مكان محمد عصران، وأدي محاولة أهو إرسال قوي استقبال ومحاولة وحاط الصد من أحمد صلاح ومحمد عبد المحسن، ونقطة التعادل، نقطة التعادل 9-9 اهو اهو. طالع وضرب وحائط صد ناجح زوجي من مركز 2 على الشبكة، والتعادل 9-9. عبد الرحمن الحسيني على الإرسال رقم 8 يا عبد الرحمن. هوبا ومحاولة وحائط صد. يا جماعة لازم نغطي على حائط الصد. معلش معلش. الإرسال مع نادي الزمالك. 10 الزمالك 9 الأهلي. ياسين على الإرسال رقم 5. إرسال من أعلى استقبال نادي الأهلي وإعداد ولعبها كده بذراعه الأيسر ومحاولة ونقطة تانية ضيعة. يا جماعة نقطة تانية ضيعة. ده التغطية على حائط الصد يا جماعة، لازم نغطي كويس. 11 الزمالك 9 الأهلي. والإرسال مع النادي الزمالك.
ياسين على الارسال رقم 5. استقبال النادي الاهلي، اعداد عبد الله خلفي واحمد صلاح، ومحاوله مره ثانيه وضربه ساحقه من لويجي تبقى خارج الملعب. حسبت فين؟ هنشوفها هنشوفها. اهي في الاعاده هنشوفها اهي. ضرب، هي خارج الملعب اهي من الايطالي لويجي. في كلام كده من لاعبي نادي الزمالك مع الحكم الاول حامد الروسي، ونقطة للنادي الأهلي، النقطة 10 حسبها للنادي الأهلي. في تاتش بلوك أكيد. محمد عبد المحسن على الإرسال، نقطة واحدة يا جماعة يلا. استقبال نادي الزمالك، إعداد، ورضا هيكل بيشوط وبيضرب. نخلي بالنا يا جماعة من الضرب الساحق بالذات من رضا هيكل. 12 الزمالك، 10 النادي الاهلي، والارسال مع نادي الزمالك. احمد عفيفي على الارسال، بيلعب ارسال من اعلى استقبال الاهلي، اعداد عبد الله خلفي لاحمد صلاح ودفاع الملعب مره ثانيه، وضربه ساحقه من عبد الرحمن حسيني لاعب خلفي وشاط اعلى من الحافه العليا للشبكه، وادى الاشاره بتاعت لاعب خلفي، ونقطه للنادي الزمالك. وقت مستقطع طلبه كابتن محمد مصلح يميدو، والنقطه 13 للزمالك 10 الاهلي، وفارق 3 نقاط. طبعا الكابتن ميدو اكيد تعليماته هتبقى صارمه في الوقت المستقطع ده. اهو نهدى، بيقول نهدى شويه ونحاول نتعادل. انتهى الوقت المستقطع اللي طلبه كابتن محمد مصيري حميدو. الارسال مع نادي الزمالك، 13 الزمالك 10 النادي الاهلي. واحمد عفيفي على الارسال، احمد يوسف عفيفي بيلعب من اعلى استقبال عبد الله، يلا يا عالمي يلا يا عالمي. مرة تانية يا جماعة نخلي بالنا من الإرسال بتاع رضا هيكل، بتاع ضربات رضا هيكل. 14 الزمالك 10 الأهلي. لسه برضه قدامنا الوقت طويل، ولسه 10 نقاط على نهاية أو 11 نقطة نهاية هذا الشوط. محاولة مرة تانية من عبد الله وبيلعب خال في الحائط الصد، ونقطة، نقطة 11. 11 الأهلي، 14 الزمالك، وعلى الإرسال العالمي أحمد صلاح. أهو عبد الرحمن سعودي أهو، أهو بص لاعبها فوق حائط الصد له الفردي بتاع محمد مصطفى لعبة. أحمد صلاح على الإرسال. في تغيير للنادي الأهلي، حسام يوسف نزل مكان عبد الله عبد السلام طبعا عشان يدي الاريحيه لعبد الله وينزل تاني، ونقطه لنادي الزمالك. نخلي بالنا بقى من النقط اللي جايه يا جماعه شويه، نخلي بالنا شويه اهو، خلي بالنا من الضربات الساحقه اللي بتتلعب. ارسال استقبال نادي الاهلي، اعداد واحمد صلاح، وتيجي في لاعب من الزمالك وتبقى خارج الملعب، ونقطه للنادي الاهلي، نقطه 12. 12 الاهلي 15 الزمالك. اهو طالع احمد صلاح اهو، طبعا هو لاعب خلفي مخلي باله ان هو هيشوط من اسفل الحافه العليا للشبكه عشان ما يتحسبش زي ما عبد الرحمن الحسيني شاط مره و حسبت عليه لاعب خلفي. ارسال خارج الملعب،
والنقطة 16 لنادي الزمالك. زاد السكور بأربع نقاط يا جماعة، نخلي بالنا. رضا هيكل استقبال إعداد حسام يوسف وضرب ونقطة للنادي الأهلي. يلا يلا 13 أهو، 13 الأهلي 16 الزمالك، والإرسال مع عبد الرحمن سعودي. أهو حسام يوسف رافع، لا أحسن ولا أروع من كده لعبد الرحمن سعودي، سريع في مركز ثلاثة. يلا يا سعودي، الإرسال مع عبد الرحمن سعودي، إرسال من أعلى. إرسال نادي الأهلي، عبد الرحمن سعودي استقبال وإعداد وضربة ساحقة من رضا هيكل ونقطة للنادي الأهلي. طبعا في خطأ شبكة ونقطة للنادي الأهلي. أهي الضربة أهي، يا إما خارج الملعب، لا هنشوفها خارج الملعب، خارج الملعب. نقطة للنادي الأهلي، نقطة 14، بقينا نقطتين يا جماعة فارق. يلا يا عبد الرحمن، عبد الرحمن سعودي على الإرسال، استقبال وحش وإعداد ومحاولة. يلا دفاع عن الملعب، حسام يوسف يلعب ويلم الكرة من خارج الملعب، وأحمد صلاح يعديها مرة تانية، ودفاع عن الملعب أهو. تغطية على حائط الصد مهم، حائط الصد مهم جدا يا جماعة، وهو ضرب ومحاولة، وعبد الرحمن الحسيني بيجيب نقطة، والفارق أصبح نقطة واحدة. 15 الأهلي 16 الزمالك. في حكم هيقول ايه؟ الحكم هيقول حاجة، قرار تاني ولا ايه؟ وقت مستقطع طلبه كابتن احمد عاشور. طبعا نقطة واحدة بعد ما كان اربع نقاط، بقى 15 16. وادي جهاز الاهلي، كابتن محمد مصير حميدو، كابتن تامر مجدي، والكابتن محمود جمعه، والكابتن سامح ضلام، وكل التعليمات لزملاء للعيبه عشان النقطه فارق، عشان يتعادلوا، عشان ياخدوا هم فارق السكور ويفوزوا بالشوط ده، ويشوطوا بيفوزوا بهذا اللقاء وبهذا الشوط وهذا اللقاء. الارسال مع النادي الاهلي، 15 الاهلي 16 الزمالك. حسام يوسف ما زال موجود في ارض الملعب، معد الثاني مع عبد الله عبد السلام، والارسال مع عبد الرحمن سعودي رقم خمسة على الارسال، استقبال اعداد نادي الزمالك ومحاوله. يلا يا شباب، ضربه ساحقه قويه جت في لاعب اهو شايط محمد مصطفى لعبه في الاعاده، جت في عبد الرحمن الحسيني وخرجت بره الملعب، ونقطة للنادي الزمالك. سبعة عشر الزمالك 15 الأهلي. محمد مصطفى لعب على الإرسال، إرسال من أعلى، استقبال قوي من لعبة الأهلي، إعداد والحسيني، وإرسال مرة تانية أحمد صلاح، وإعداد من حسام يوسف، ولكن مفيش تغطية على الضارب يا جماعة، تغطية على الضارب. 18 الزمالك 15 الأهلي. الإرسال مع النادي الزمالك، محمد مصطفى لعبة رقم 22، حسام يوسف أمام حضراتكم، وانتظار ومحاولة وإعداد حسام. يلا يا عبد الرحمن، وضرب عبد الرحمن الحسيني، ولكن في دفاع نادي الزمالك، حائط الصد من حسام وأحم والحسين محمد عبد المحسن، وخارج الملعب، والنقطة 19. 19 الزمالك 15 الأهلي. وقت مستقطع طلبه اكيد الكابتن محمد مصطفى حميدو، وده التاني ليه.
بيهدي اللعيبه شويه وامتص حماس لعيب نادي الزمالك. انتهى الوقت المستقطع ونزل فريق النادي الاهلي وفريق نادي الزمالك اهو. هينزل راخر عبد الله عبد السلام بيشد من ازر الحسيني، هو طبعا خارج الملعب لانه بديله حسام يوسف المعد الثاني موجود في ارض الملعب. وادي نادي الزمالك نزل. الارسال مع نادي مع الزمالك. الحسيني خرج. تغيير اهو. ونزل محمد عصران رقم 9. محمد مصطفى لعب على الارسال. اهو محمد عصران اهو. وبتيجي في الشبكة ونقطة. نقطة للنادي الاهلي، نقطة 16. يلا يا رجالة. حسام يوسف على الارسال رقم 12 معد الفريق. ارسال قوي فعلا. استقبال مصطفى وضربه ساحقه وحائط صد. يا جماعه نقفل الحائط الصد عشان الكره تنزل ملعب الزمالك، مش تنزل خارج الملعب كده. بنفرد ايدينا والزاويه مش مظبوطه، زاويه الصد، ويبقى نقطه لنادي الزمالك والنقطه 20. محمد المهدي على الارسال رقم 6. 20 الزمالك 16 الاهلي. استقبال من النادي الاهلي خارج الملعب، خارج الملعب. والنقطة 21. واحد وعشرين الزمالك 16 الاهلي. نخلي بالنا من الارسالات الجامدة من محمد المهدي. بيلعب ارسال قوي. اهو استقبال لويجي. حسام يوسف احمد صلاح. ونقطة للنادي الاهلي. نقطة 17. 17 الاهلي. 21 الزمالك. اهو طالع وضارب. الارسال مع محمد عصران اللي نزل مكان عبد الرحمن الحسيني. واعداد ومحاولة كده وضربة ساحقة قوية من رضا هيكل اللي بيجيب النقطة 22. 22 17. لسه في ثلاث نقاط. نلعب نلعب كويس جدا. ارسال من ياسين. استقبال النادي الاهلي عصران. اعداد حسام وضربة ساحقة قوية من محمد احمد صلاح. يا ولد يا عالمي. والنقطة 18. اهو طالع خلفي اهو بيعد له حسام يوسف. وضرب وجت في حائط الصد ونزلت ملعب نادي الزمالك. محمد عبد المحسن على الارسال. ارسال من اعلى. استقبال ومحاولة ولكن تيجي في ايد عبد الرحمن سعودي. والنقطة 23. الزمالك 23 18 الأهلي. شكلها كده في شوط خامس. إرسال من نادي الزمالك. استقبال الأهلي. حسام يوسف بيلعب خلفي وخارج الملعب من أحمد صلاح. وتبقى نقطة للنادي الأهلي النقطة 19. 19 الاهلي 23 الزمالك. واحمد صلاح على الارسال. احمد صلاح ضربه صحيحه ارسال قوي. استقبال من ياسين واعداد ومره ثانيه ونقطه لنادي الزمالك. النقطه 24 من محمد مصطفى لعبه. 24 الزمالك 19 الاهلي. الإرسال مع نادي الزمالك نقطة وينتهي هذا الشوط.
لو الزمالك خدها هيبقى لصالحه، لو الاهلي خدها يبقى لسه مستمرين. 24 19 خارج الملعب، خارج الملعب، والنقطة 20 للاهلي، نقطة 20 للاهلي، 20 للاهلي 24 للزمالك. اهو مصطفى لعب طالع وخارج الملعب. الارسال مع الاهلي لويجي المحترف الايطالي، في تغيير اهو، رقم 22 نازل احمد عزب، احمد عزب الشرباجي هينزل مكان لويجي عشان الارسال. احمد عزب رقم 22 اول مره ينزل في المباراه. يلا يا احمد، ارسال من اعلى، استقبال، اعداد، ومحمد مصطفى ومحاوله كده من حسام يوسف، ولكن الكوره خارج الملعب من نادي الزمالك، ونقطه للنادي الاهلي، النقطه 21، الفارق قل الى 3 نقاط. لو خدنا نقطتين يبقى هنوصل 23. وقت مستقطع طلبه الكابتن احمد عاشور، وده الثاني ليه. طبعا اهو لعيبه النادي الاهلي، احمد عزب رقم 22 اللي نزل مكان لويجي الايطالي وخد نقطه، والنقطه 21. أربعة وعشرين الزمالك، 21 الأهلي. يلا يا رجالة، لو خدنا نقطتين ممكن نحاول نقلل الفارق إلى نقطة واحدة. عن إرسال النادي الأهلي، أحمد عزب رقم 22، استقبال، اعداد، ومحاولة مرة تانية ودفاع عن الملعب. يا حسام يا حسام، وانتهى الشوط الرابع لصالح نادي الزمالك 25-21، والتعادل في الأشواط 2-2. وهنلجأ إلى الشوط الحاسم والخامس والفاصل في المباراة، وهينزل الحكم الأول الروسي لإجراء القرعة، وإلى فاصل ونعود لحضراتكم مرة تانية. مع الشوط الخامس والحاسم والفاصل في مباراة الكرة الطايرة، في قمة الكرة الطايرة بين فريقي النادي الأهلي ونادي الزمالك في نهائي كأس مصر للموسم 2022-2023، والمقامة بصالة اتحاد الشرطة الرياضي بالدراسة، الصالة الدولية، وادي الحكمين حاتم حامد الروسي والحكم محمد الدولة بهيجروا القرعة للشوط الخامس، ومعاه كابتن عبد الله عبد السلام كابتن النادي الأهلي، وكابتن أحمد عفيفي كابتن نادي الزمالك، وهو عمل القرعة ومع بعض وهيلعبوا، وهنشوف الفريق هيبقى فين. الأول النادي الأهلي هيبقى على إيدك اليمين، والنادي الزمالك على إيدك اليسار. الشوط الخامس والحاسم ده بيبقى مباراة أو تبقى شوط منفصل، بتعمل له قرعة لوحده عشان ده بيسمى الشوط الحاسم أو الفاصل أو الفاصل بين الشوطين. لو الأهلي فاز يبقى في مباراة فاصلة، وده كل ده أمنياتنا إن يكون في مباراة فاصلة يوم الأحد القادم زي الثالث والرابع ما بين بتروجيت وطلائع الجيش. طلائع الجيش فاز امبارح 3-2، والنهارده فاز بتروجيت 3-0، وفي مباراه فاصله يوم الاحد الساعه 6. اما النادي الاهلي ونادي الزمالك، الاهلي على ايدك اليمين بتشكيله المعتاد، محمد عصران رقم 9، عبد الرحمن سعودي رقم 5، عبد الله عبد السلام كابتن الفريق رقم 2، احمد صلاح رقم 4، والايطالي لويجي رقم 6. وهو لعب اهو باحمد عزب في الشوط الخامس والحاسم، ومحمد عصران موجود معانا في هذا الشوط، ويبقى كده عبد الرحمن سعودي 5، 22 احمد عزب، 4 احمد صلاح، عبد الله عبد السلام 2، محمد عبد المحسن 16، وادي محمد رمضان مستني
هينزل، وعلى الإرسال أعتقد في لاعب هقول لحضراتكم. وادي نادي الزمالك على ايدك اليسار، رشاد شبلي 9، رضا هيكل 17، 5 ياسين، احمد عفيفي 11، ومحمد مصطفى لعبه رقم 22، وادي لاعب النادي الاهلي محمد رمضان خارج، وادي محمد عصران رقم 9 على الارسال، وادي لاعيبه نادي الاهلي على ايدك اليمين. والتعادل في الاشواط 2-2، الشوط الاول 25-20 النادي الاهلي، الشوط الثاني 30-28 نادي الزمالك، الشوط الثالث للاهلي 25-14، والشوط الرابع 25-21 للنادي الاهلي، والتعادل في الاشواط 2-2. وهذا هو الشوط الفاصل والحاسم في هذا اللقاء، يا اما الاهلي يلعب مباراه فاصله يا اما الزمالك ياخد هذا اللقاء. نقطه للنادي الاهلي والتقدم للاهلي، النقطه الاولى هي فيها كلام من اهو احمد صلاح طالع وضارب وجت في ايده وخرجت بره، ويبقى نقطه للنادي الاهلي تاتش بلوك. الاهلي 1 الزمالك لا شيء، وعلى الارسال محمد عصران الكيت تاني مره، يلا يا عصران، اداله انذار وبديله ظهره عشان مديله ظهره الظاهر، في اعتراض من لعيبه الاهلي طبعا، فالكابتن عبد الله بيقول لهم خلاص وبيعتذر للحكم. اهو عصران هيلعب الارسال، 1 الاهلي لا شيء، الزمالك في الشوط الخامس والحاسم، والتعادل في الاشواط 2-2، مباراه نهائي كاس مصر. ليه كده يا عصران؟ يا عصران التعادل 1-1، 1 الزمالك 1 الاهلي، الشوط الفاصل في المباراه رقم 2 في بلاي اوف كاس مصر، نهائي كاس مصر. عبد الله عبد السلام واحمد عزب، يا ولد من مركز 4، وبيجيب النقطة الثانية للنادي الأهلي، والإرسال مع النادي الأهلي. أهو أحمد عزب أهو ضرب وجاب نقطة الثانية. على الإرسال عبد الرحمن سعودي، كلاكيت ثاني مرة. إرسال من أعلى، استقبال نادي الزمالك، إعداد ياسين ومحمد مصطفى لعبة ودفاع عن الملعب من عبد الله، وعصران بيعدي الكرة أحمد صلاح. مرة تانية بيعد محمد مصطفى لعبة، وفي في تغطية على حائط الصد اهو من أحمد عزب، ويا ولد يا عالمي يا عالمي، النقطة الثالثة للنادي الأهلي، 3 الأهلي 1 الزمالك، يلا يا شباب. الجيم ده طبعا من 15 نقطة، عبد الرحمن سعودي على الارسال، ارسال من اعلى استقبال ياسين ومحاوله رضا هيكل النقطه الثانيه، 2 الزمالك 3 الاهلي. رشاد شبل على الارسال، اهو طالع رضا هيكل وضارب برضه مركز على كتري، بيلعب كتري رضا هيكل من مركز 2 لمركز 1 مركز 6، واحد ما بين 1 و6. الارسال مع الزمالك رشاد شيب، 2 الزمالك 3 النادي الاهلي، ارسال من اعلى استقبال عبد الله عبد السلام، يا ولد يا عبد المحسن، في اعتراض من نادي الزمالك، في اعتراض على الكره خارج الملعب ولا داخل، اهي الكره اهي اهي عبد الله رافع حسابها بره، هي بره باينه، بس هو ما خدش باله الحكم. ثلاثة ثلاثة كده، التعادل 3-3 في النقاط. رشاد شبل على الارسال، استقبال النادي الاهلي واعداد، واحمد صلاح يا عالمي، برافو 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 برافو، مره ثانيه العالمي اهو هو طالع، لا لازم نخلي بالنا من حائط الصد يا جماعه، ونخلي بالنا من الضارب، تغطيه على الضارب اهم من اي حاجه. احمد عزب طالع
ما كانش فيه تغطية عليه وهو طالع. الإرسال مع نادي الزمالك، 4 الزمالك 3 الأهلي. استقبال عبد الله عبد السلام، يا عالمي يا أحمد يا صلاح، تسلم إيدك يا أبو صلاح. 4-4 أهو طالع، بص أهو أهو في الإعادة باينة خالص. 4-4 والعالمي على الإرسال أحمد صلاح، تسلم إيدك يا أبو صلاح. أحمد صلاح على الإرسال، في اعتراض أو حاجة أو في حد واقع من نادي الزمالك؟ محمد مصطفى لعبة، ممكن يكون جاله شد أو حاجة. ده الشوط الخامس. الإرسال مع النادي الأهلي، نادي الزمالك إرسال مع النادي الأهلي. أحمد صلاح العالمي على الإرسال، يلا يا أبو صلاح. خطأ، في خطأ دوران من بعض اللعيبة، فنقطة لنادي الزمالك. هو لمس الخط أحمد صلاح. إرسال رضا هيكل، 5 الزمالك 4 الأهلي. واستقبال إعداد عبد الله، يلا يا أحمد يا عزب. أحمد عزب قوية، محاولة مرة تانية، وعايز يعدي الكورة رضا هيكل، ولكن تنزل ملعب الزمالك ونقطة التعادل للأهلي. 5-5 ورايح أحمد عزب على الإرسال. أحمد عزب على الإرسال أهو أهي. أحمد عزب على الإرسال، في تغيير باين ولا إيه؟ نادي الزمالك في اعتراض من جهاز النادي الأهلي، المشجعين في استنى لما يخرج الناس اللي في ارض الملعب. دول من لاعبي نادي الزمالك اهم. الإرسال مع النادي الأهلي، أحمد عزب على الإرسال. 5-5 استقبال وإعداد وضربة ساحقة ومحاولة من النادي الأهلي. يلا بقى يلا بقى يلا بقى يا عصران، يا ولد يا عصران يا ولد، تسلم إيدك تسلم إيدك. أهو أهو طالع، أهو أهو عصران أهو. والنقطة الستة الأهلي، 6-5 الزمالك. وعلى الإرسال أحمد عزب. أحمد عزب بيلعب إرسال من أعلى، استقبال نادي الزمالك، إعداد، وعايز يعدي رضا هيكل، ولكن حائط الصد زوجي محمد عصران ومحمد عبد المحسن. تسلم إيديكوا يا أولاد. النقطة السابعة أهم طالعين واخدين نقطة، والنقطة السابعة وفارق نقطتين للنادي الأهلي. رقم 10 من نادي الزمالك محمد رضا، ليبرو الفريق، في حاجة في رجليه بيفكله الكوتش أو بيفكله الجزمة. اهو بيفكله جزمته، بيشوف وبيديله بنج، اتخبط في رجليه. طبعا هيكمل العلاج لانه ليبرو وبيلعب اساسي في الفريق.
اداله الاسعافات بتاعته طبيب نادي الزمالك احمد سعودي. دكتور احمد سعودي كان لاعب كره طايره. الارسال مع النادي الاهلي احمد عزب الشرباجي هيلعب ارسال من اعلى. استقبال وحش جدا من مصطفى لعبه والنقطه الثامنه. يا ولد يا ولد يا ولد ثمانيه. هنلف الملعب بقى نغير الملاعب. ثمانيه الاهلي خمسه الزمالك. واحمد عفيفي استقبل الكره وحش. الاهلي يقترب من الفوز بهذا الشوط وهذا اللقاء ويبقى في مباراه فاصله نتمنى ذلك. الارسال مع احمد عزب. ثمانيه الاهلي خمسه الزمالك. اهو احمد عزب رقم 22. ارسال خارج الملعب يا احمد خارج الملعب. اهدى شويه. الارسال مع نادي الزمالك. الزمالك ستة ثمانية الأهلي. الأهلي فارق أهو نقطتين. 22 محمد مصطفى لعبة. إرسال من أعلى. استقبال نادي الأهلي جارسيا. وإعداد وضربة ساحقة من عصران. ومرة تانية حائط صد ودفاع عن الملعب وتغطية على حائط الصد. وإعداد خلفي وأحمد صلاح. نقطة لنادي الزمالك النقطة السابعة. سبعة الزمالك ولا حاجة ولا حاجة. نكمل نلعب. احنا متقدمين بنقطة وفارقين بنقطة. الإرسال مع الزمالك. سبعة الزمالك ثمانية الأهلي. وقت مستقطع طلبه طبعا الكابتن محمد مصلحي. شوف الأخطاء اللي وقع فيها لعبته خلال الفترة دي وخلال الفارق بقى نقطة واحدة بعد ما كان ثلاث نقاط. الإرسال مع نادي الزمالك. سبعة الزمالك ثمانية الأهلي. محمد لعب على الإرسال رقم 22. محمد مصطفى لعبة. استقبال عصران. إعداد عبد الله. وعصران يا ولد يا ولد يا عصران مركز أربعة وبيضرب. تسلم إيديك يا عصران تسلم ايديك يا عصران. 10 7 اهو طالع وضارب. 9 7 9 الاهلي 7 الزمالك. 9 7 نزل الحسيني محمد رحمن الحسيني مكان لويجي الايطالي. ارسال من اعلى. استقبال وجت في ايد لاعب من الزمالك ومحاوله للدفاع والنقطه 10 النقطه العاشره. 10 الاهلي 7 الزمالك. اهو امام حضراتكم اهو عبد الرحمن الحسيني اهو شوت نزل مكان محمد عبد المحسن. ما لحقش الكره رضا هيكل ووقت مستقطع طلبه احمد عاشور. وعشرة الأهلي سبعة الزمالك. طبعا فارق ثلاث نقاط دي هتصعب المهمة على الزمالك. الأهلي هياخد هذا الشوط يبقى خد هذا اللقاء هيبقى 3-2. هيبقى في مباراة فاصلة إن شاء الله يوم الأحد القادم بإذن الله. أهو عصران عبد الله عبد السلام احمد صلاح احمد عزب
عبد الرحمن سعودي، وعلى الارسال عبد الرحمن الحسيني اللي نزل مكان محمد عبد المحسن. ارسال من اعلى عبد الرحمن الحسيني، استقبال اعداد الزمالك وطالع خارج الملعب، خارج الملعب، والنقطه 11، 11 الاهلي 7 الزمالك، اهو اهو خارج الملعب من احمد عفيفي. تسلم ايدك يا ابو عفيفي. ارسال من الحسيني، استقبال نادي الزمالك، عداد ومحاوله رضا هيكل، لا لا لا، 8 الزمالك 11 الاهلي وفارق 3 نقاط. ويلا رضا هيكل طالع اهو، الارسال بتاعه ما بيتكسرش. محمد المهدي على الارسال، نخلي بالنا من ارسال محمد المهدي قوي، رقم 6 على الارسال، 8 الزمالك 11 الاهلي، استقبال احمد عزب، اعداد عبد الله، ويلا يا عزران، يلا يا عزران، والنقطه 12، والنقطه 12، وهارد لك يا ونقطه 12، تسلم ايدك يا عزران، اهو اهو اهو، شفنا الكوره يا عزران، يا عزران 12 الاهلي 8 الزمالك 4 نقاط فارق. عبد الله عبد السلام، ونقطه اس، ونقطه اس، نقطه 13 الاهلي، 13 8 الزمالك، الاهلي 13 8 الزمالك، اس من عبد الله عبد السلام اهو، جاب نقطه مباشره. وقت مستقطع طلبه كابتن احمد عاشور الثاني ليه. ١٣ الاهلي 8 الزمالك، والشوط الحاسم والخامس اللي هو 15 نقطة، والتعادل في الاشواط 2-2، وانتهى الوقت المستقطع، ونزلت لعيبة نادي الزمالك ولعيبة نادي الاهلي الى ارض المباراة. والارسال مع النادي الاهلي، عبد الرحمن الحسيني، عبد الله عبد السلام على الارسال، عبد الله عبد السلام هيلعب ارسال من اعلى، لا يا عبد الله، لا يا عبد الله، واحده تصيب واحده تخيب، ما يجراش حاجه. يلا 9 الزمالك 13 الاهلي، يلا يا رجاله نلعب بقى ونجيب النقطتين اللي فاضلين وناخد هذا الشوط وهذا اللقاء. استقبال عصران، اعداد عبد الله، وعصران يا ولد، يا ولد يا عصران، يا ولد يا عصران، النقطة 14، 14 الأهلي 9 الزمالك، أهو طالع وضارب عصران من مركز 2، تيجي في حائط الصد وتبقى خارج الملعب. محمد عصران على الإرسال، تسلم إيدك يا عصران، يلا هات النقطة ال 15 بقى. استقبال نادي الزمالك، إعداد ومحاولة وحائط صد، خارج الملعب، ونقطة النقطة العشرة، ولا حاجة ولا حاجة، نقطة ونخلص الجيم ونخلص المباراة، ويبقى في مباراة فاصلة يوم الأحد بإذن الله. الإرسال مع أحمد عفيفي، في تغيير كده في نادي الزمالك، 15 نزل محمد مجدي وخرج رشاد شبلي رقم 9. احمد يوسف عفيفي على الارسال، استقبال وضاع الارسال، وانتهى الشوط 15-10 لصالح النادي الاهلي، والمباراه 3-2 لصالح النادي الاهلي، وان شاء الله مباراه فاصله يوم الاحد القادم. والف مبروك للنادي الاهلي اللي فوز النهارده، وان شاء الله باذن الله ناخد كاس مصر يوم الاحد، و3-2 لعيبه النادي الاهلي، رجاله 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 رجاله، تسلم ايديكم لعيبه النادي الاهلي، عبد الله عبد السلام، محمد عبد المحسن، احمد عزب، جارسيا، احمد صلاح، والايطالي لوجيو، ومحمد رمضان، وعبد الرحمن الحسيني، ومحمد عصران، وحسام يوسف، ومحمد عبد المحسن. والى اللقاء في مباراه اخرى، والى الاستوديو اللقاء،
مع الكابتن هيثم السعيد وضيفيه الكابتن محمود رؤوف وكابتن عبد اللطيف عثمان. والف مبروك للنادي الاهلي وجهاز النادي الاهلي الفوز النهارده، وان شاء الله مباراه فاصله، وكل التوفيق للنادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي وجهاز النادي الاهلي وكل الامنيات للنادي الاهلي في المباراه الفاصله باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معكم دكتور مروان صالح، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.